أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، أهلا بيكم من جديد في حلقة متجددة من حلقاتكم مدرسة على الهوا. ومش هأبدأ أي كلام إلا لما أحيي وأقدم حبيب قلبي أستاذ عزت سعد وأشكره ربنا على يبارك لك يا تعبه مان، وهو جاي وهو تعبان. أهلا بيك يا مستر. ربنا يبارك لك الزنر، ربنا يبارك. ميرسي جدا. وانتوا الطلبه حبايب والله، ما بقدر احوش نفسي عنهم خالص تمام يعني. وربنا يا رب يوفقنا النهارده ونبقى عند حسن الظن ان شاء ان الله. شاء الله رب العالمين. اتكلمتوا الحلقات اللي فاتت على التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي، وقلنا ان في حاجة اسمها المجال المغناطيسي، تمام. وقلت لنا تعبير انا مش فاكره، بس اللي فهمته ان على حسب شكل خطوط الفيض يحدد المجال. تمام. يعني المجال بتقدر تعرفه من خلال خطوط الفيض اللي بتعرفها من خلال اثر الفيض نفسه على برادة حديد مثلا تمام. او على بوصلات. يعني انت قصد معليك ان انا عشان نقدر نحدد اتجاه المجال عند النقطة لازم بخطط المجال. تمام بخطط المجال بواسطة برادة الحديد. تمام وبعدين عشان نحدد المجال عند نقطة انا برسم مماس من تلك النقطة. المماس المرسوم لخط الفيض من نقطة ما يحدد اتجاه المجال عند عند تلك تلك النقطة. النقطة. كويس. درسنا كثافة الفيض لسلك مستقيم يمر فيه تيار على تمام بعد منه، ودرسنا كثافة الفيض عند مركز ملف دائري بيمر فيه تيار، تمام وخدنا خصائص الفيض في كل منهما. تمام احنا بس عايزين نوري الطلبة بعض الأشكال المجال ازاي. طبعا ديت مهمة جدا. يعني احنا خدنا خصائص المجال بتاعت سلك مستقيم وبتاعت ملف دائري. على فكرة تمام خصائص المجال بتاعت سلك مستقيم دوائر او حلقات متحدة المركز، مركز المشترك والسلك. دي خاصية. الخاصية التانية تتزاحم بالقرب من السلك ومع زيادة شدة التيار. والخاصية الثالثة تتباعد كل ما نبعد عن السلك وضعف شدة التيار. كانت الخاصية الرابعة ان مستوى الحلقات عمود على السلك، ودي مهمة. معلش تاني، مستوى مستوى حلقات. الحلقات عمود على السلك. طيب انت قلتها ساعتها، قلت السلك لو رأسي تمام. يبقى مستوى الحلقات افقي، افقي، يبقى ولو مجال السلك افقي، افقي يبقى كل مستوى مجال الحلقات مهم رأسي جدا. تمام متعامدين على بعض. بالظبط عشان يبدأ يشكل المجالات. تمام اما وبعدين قلنا ان بي تعتمد على شدة التيار وعلى بعد النقطة عن السلك. بي طرد مع اي بعكس مع دي بيساوي ثابت اي على دي. ثبتنا ثابت ميو على تو باي. صار القانون بي ميو على تو باي في اي على دي، سميناها قانون امبير الدائري. قانون امبير الدائري. تمام. رجعنا عوضنا عن ميو في حالة الهواء اللي هي 4 باي في 10 سالب 7، طلع القانون بي 2 في 10 سالب 7 اي على دي. كويس، حافظينه الطلبه تمام. دلوقتي. ودايما السلك في اللي هي هواء. تمام، على اساس اما السلك في الهواء فواخد ميو ب 4 باي في 10 بالظبط. سالب 7 طوالي. تمام. ماشي. فضاعت 4 باي مع 2 باي اللي في المقدار الثابت بقت 2 سالب 7. ماشي. وبعدين حددنا اتجاه المجال بقاعده ابهام اليد اليمنى لامبير، وخدت حقها كتير قوي، تمام حلقتين ورا بعض تمام تقريبا. اتنقلنا بعد كده على مجال الملف الدائري. دي كانت الحلقه اللي فاتت. تمام. ان مجال الملف الدائري له خصائص حلوه قوي. ان هو خطوط الفيض بتفقد دائريتها عند كل من فرعي الملف. يعني عند الملف نفسه، عند السلكه بتاعت الملف، بالظبط الخط الفيض ما هواش دوائر، بالظبط. ما هوش دوائر، مش لا دائره، لا، تفقد خطوط الفيض تفقد المغناطيسي دائريتها. دائريتها كويس. وتاخد شكلا بيضاويا بحيث تتزاحم في الداخل تتباعد في الخارج. تتزاحم في الداخل ايوه على ان في مجالين من منطقتين، بالظبط. فيحصل بينهم تزاحم. تزاحم، بالتالي تختلف كثافه الفيض من نقطه لاخرى. اه. والثالثه ان عند مركز الملف هو خطوط مستقيمه متوازيه تشغل حيز ضيق. واتفقنا سوا على حاجه مهمه، ان منطبق على محور الملف مر بمركزه وعموده على المستوى. تاني خطوط الفيض مهم في جدا على المركز فكره. ايوه مالها بقى؟ تمام. خطوط يعني مستقيمه. لو ده ملف دائري تمام كده افقي، مجاله هو بقى القلم ده. عايزهم يبقوا عارفين حاجه، ان محور الملف الدائري خط مستقيم مر بمركزه عمود على المستوى. تمام. خط مستقيم مر بمركزه عمود على مستوى. اتفضل. تمام. طب احنا معانا الاء من اتفضل. المنوفيه. قوي قوي. اهلا بيك يا الاء. اهلا، ازيك يا مستر؟ ازيك يا الاء، ازي صحتك؟ اتفضلي. لو سمحت عايزه اسال المساله تاني كده. قولي. اقول مسألة؟ لا، انت قولي تاني سؤالك، ما سمعناش. عندنا مساله ملفان دائريان. ملفان ايوه دائريان. طيب اتفضلي قولي. ملفان ملفان دائريان دائريان متحدة المركز. خلاص. من اسمك الاء من المنوفيه، مش كده يا الاء؟ الاء، المساله وصلت. انت عايزه محصله كثافه الفيض ممكن في ثلاث حالات، صح؟
هعملهم لك الثلاثة حاضر، وهخليك كلكم تحلوا المسائل ديت لوحديكم. تمام تمام، وصلت يا آلاء؟ بس خليكي متابعة الحلقة، تابع بس الحلقة، هم عندها ملفان دائريان منطبقان مركز مشترك مش كده؟ لا انا عاوزة النسبة بين عدد لفات الملفين يا غالية دي. لما انت عكست اتجاه المجال هعملها لك حالا. مظبوط، لما انا عكست اتجاه التيار في كده الملف صارت كثافة الفيض نص ما كانت عليه، هو عايز النسبة بين عدد لفات الملفين صح كده؟ لا قولي. طيب هو ملفان دائريان متحدة على المركز وفي مستوى واحد. تمام. قطر الاول بقى في ضعف قطر التاني. صح. يمر بكل منهما نفس التيار. تمام. وفي نفس الاتجاه. تمام. فكان بي واحد للملف الخارجي اصغر اقل من بي واحد للملف الداخلي. تمام. قال لك لما عكس اتجاه ايوه صارت في الملف الخارجي قلت كثافه الفيض الناس عنهما عند المركز الامن. طب ما انا كده قلت لك ده اللي انا قلته لك. قلت لك هو عكس اتجاه التيار في احد الملفين، فعايز النسبه بين عدد اللفات بعد ان عكس اتجاه التيار صح كده؟ حاملها لك. حاضر حاضر حاضر. عايز النسبة من عدد لفات. عينيا هتطلع 2 على 3، هطلعها لك حالا وخليكي تفتحيها لوحدك. تمام. اوكي يلا ادي فرصه لغيرك بقى. اتفضل يا ريس. اتفضل. خلي بالك والنبي مهم جدا بقى عشان الحاجه اللي بتقولها دلوقتي الاء دي. ده هي دي هي اساس دي بقى. الموضوع كله اساس القصه كلها. ان من هو مجال الملف الدائري؟ هو خط مستقيم مر بمركزه عمود على مستواه. انا مين انصار؟ لما حد يسال نشرح. انا مانيش انا وظيفتي احل مساله أجاوب. وهو يحفظها. لا 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 انا احل المساله بعد ما اشرح. توضيح. تمام. مهم جدا الاء انت كل زمايلك لو عندك ملف افقي يكون مجاله راسي، لو ملف راسي يكون مجاله افقي. ماشي. راسي مجاله افقي. تمام. وبي كثافه الفيض ميو ان اي على تور. تمام كده. هنبدا ثلاث حالات مهمين قوي. اتفضل. الحاله رقم واحد دي مهمه، ورقم اتنين دي اللي عايزاها الاء، ورقم ثلاثة هم كلهم رايحين يعزوها ورايحين يسألوا فيها. يبقى أنا عندي ثلاث حالات مهمين لليه ملف الدائري. أنا كيف أكون مميزا في حل ماشي كيف طيب معانا شروق من أسيوط. أهلا شروق. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معايا سؤال يا أستاذ بس في الملف اللولبي. اتفضل يا شروق. ملفان لولبيان احدهما داخل الاخر لهما محور مشترك نفس الموضوع، تحتوي وحدة الاطوال من الملف الاول على 10 لفات ومن الملف الثاني على 20 لفة. فاذا كان تيار الملف الداخلي 2 امبير والخارجي 4 امبير عايز النسبة الفيض المغناطيسي. طيب. عند نقطة بداخلهما عندما يكون التيارين في نفس الاتجاه. انا بس النقطة اللي عايز افهمها هي مين الملف الداخلي ومين الملف الخارجي. حاضر انا. طيب تمام. طب سؤال تاني يا استاذ، بالنسبه لقاعده امبير لليد اليمنى ينفع ان انا استخدمها للملف الدائري؟ عادي ممكن. بصي انت تستخدميها زي ما انت عايزه. أيوة. ولكن لو طلب منك ما اسم القاعده المستخدمه تكتبي أيوة. حسب الكتاب ما قال. يعني أيوة. السلك المستقيم لقاعده اليد اليمنى للامبير، الملف الدائري او ملف الحلزوني قاعده البريمه اليمنى. لكن انت استخدام شخصي كتطبيق انت حره في القاعده اللي تريحك اشتغلي بيها. بس لما تجاوبيني لو سالتك ما القاعده التي استخدمتيها تقولي لي حسب الكتاب ما بيقول. تمام. لكن يمكن طبعا يمكن. بس يا ريس اتفضل. كيف كلكم تسمعوني، كلكم اسمعوني رجاء، كيف تكون طالبا متفوقا مميزا في مسائل الملف الدائري وكل الاسئله اللي هتيجي بسبب عدم فهم كطالب اللي انا هقوله. الارض يا مستر انور لها مجال مغناطيسي، لها ولا ملهاش؟ لها. اتجاهه دائما من الجنوب الى الشمال. تمام. اسمه الزوال المغناطيسي للارض او المركبه الافقيه لمجال الارض. ماشي. يبقى الارض لها ايه؟ مجال مغناطيسي. اتجاهه دائما من اللي منين؟ من الجنوب للشمال. من الجنوب تمام من الى الشمال. اتش. تمام. هديله الرمز اتش. تمام. على فكره اتجاهه دائما ثابت من الجنوب الجغرافي للشمال الجغرافي. يعني مهما يقول لي بقى بالظبط مجال الارض يبقى انا عارف انه من الجنوب للشمال. مجال الارض الزوال المغناطيسي المركبه الافقيه هو ده من الجنوب للشمال. تمام. انا عندي بقى مساله حلوه قوي ويا ريتهم يكتبوا معايا وحلهم كل اللي هم عايزينه. اتفضل. بيقول لي ملف دائري مكون من 35 لفه. مكون من كام؟ 35 لفه. الورقه مش باينه يا مستر. يحمل تيار شدته 2 امبير. لفات 35؟ ايوه نصف قطره 11 سنتي. ماشي. قال لي ملف دائري مكون من 35 لفة يحمل تيار شدته 2 امبير نصف قطره 11 سنتي.
تمام، وضع هذا الملف بحيث كان مستواه منطبق على الزوال المغناطيسي للأرض. مستواه أيوة، مستواه منطبق على الزوال المغناطيسي للأرض. هنحطه ازاي؟ عشان نحط الملف منطبق على الزوال يبقى نحطه رأس كده، تمام؟ يبقى صار هذا المجال ايه؟ يعني المستوى هو بالظبط رأسي، يعني هنا الملف منطبق على الزوال المغناطيسي. يعني ادي يا مستر انور هذا هو الزوال المغناطيسي اهو، تمام صح. انا هجيب الملف نحط منطبق عليه، يبقى اهو صح تمام. يبقى هنا انت قلت لي الزوال اتجاهه من الجنوب الى الشمال، الشمال. حطيت الملف منطبق عليه، يبقى انت حطيت الملف افقي رأسي. رأسي يبقى مجال ملف ماله بقى افقي، يبقى مجال ده عمودي تمام. على اتجاه شكرا. مجال الارض ليه؟ لان مجال الملف الدائري خط مستقيم مر بمركزه عمود على المستوى، وانت قلت مستوى الملف رأسي. شكرا. يبقى خط الفين طيب افقي. افقي انا عرفت بقى الملف اتحط رأس ازاي. هو خد لمستوى اسناد انا سندت عليه الزوال اللي هو الحيطه. الزوال ده زي حطه اللجنه بالظبط، ده الزوال الرأسي. حط له ورقه الاسئله منطبقه على الحيطه، تمام. يبقى انت هتحط له ورقه الاسئله راسي، ورقه كده بالظبط، المجال متعامد عليها. شكرا. افق. يبقى كده الان اصبح لدينا مجالان متعامدان، تمام. واحد بتاع الارض عطيله قيمته 30 في 10 اس سالب 5 تسلا، ده الاتش، وبقى ايوه اتش. والتاني اداني بيانات نجيبه، فانا هجيب بي كثافه الفيض ميو مش كده ان اي على 2 ار، تمام. انا في الهواء يبقى 4 22 على 7 في 10 اس سالب 7 ان عدد اللفات. عدد اللفات كام؟ 35 التيار 2 نصف القطر 11 في 10 سالب 2. طبعا لازم نكون نحول منين لمنين؟ من سنتيمتر، من سنتيمتر لمتر. انا بختصر على فكره، هتطلع بيه كثافه الفيض دي 40 في 10 اس سالب 5 تسلا. كويس. انا دلوقتي عندي كثافتين فيض بالظبط، والاتجاهين متعامدين بالظبط. المحصله هتبقى الجذر التربيعي، الجذر التربيعي لمجموعه مربعيه بالظبط. مش انت قلت لي ده الزوال المغناطيسي؟ اتجاهه من الجنوب، يبصوا معايا من الجنوب الى الشمال الجغرافي، ده ماشي. الزوال ماشي، اديته الرمز اتش، وانت قلت له قيمته 30 في 10 سالب 5. ايوه. حطيت الملف منطبق عليه. يبقى انت حطيت الملف منطبق على الزوال، الملف منطبق شكرا. على الزوال كده اصبح الملف راسي. يبقى اصبح مجاله هو افقي، مجاله افقي. اصبح عندي مجالين، تبقى المحصله الجذر التربيعي لمربع الاول زائد مربع الثاني، مجال الارض ايوه ومجال بالظبط الملف 30 في 10 اس سالب 5 تربيع زائد 40 في 10 اس سالب 5 تربيع. باخد الجذر على فكره، تطلع على فكره محصله كثافه الفيض 50 في 10 اس سالب 5، ودي اول حاله يركزوا فيها معانا. كويس. لو اعطى ملف دائري مستواه منطبق على الزوال المغناطيسي، لو اعطى ملفا دائريا مستواه منطبق على الزوال المغناطيسي، يكون مجال الملف ده عمود على الزوال، وتبقى المحصله الجذر التربيعي لمربع مجال الملف زاد مربع مجال الارض. تمام. ما عنديش قانون احسب به مجال الارض، فراح يديني مجال الارض. يعني ما يدوني جاهز؟ طبعا. يا قانون اجيب منه بيانات. بس انا عندي قانون بحسب به كثافه الملف الدائري ميو ان اي على 2 ار، ميو ان اي على 2 ار. حسبت كثافه الملف الدائري طلعت 40 في 10 سالب 5، كثافه فيض الارض 30 في 10 سالب 5، كانت المحصله الجذر التربيعي لمربع الاول زائد مربع الثاني. طيب احنا معانا بقى محمد. محمد من المنيا. المنيا محمد. ايوه. الو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا محمد. انا كان عندي مساله بس في الفصل الاول. اتفضل. في الفصل الاول ايه؟ في الفصل الاول اتفضل. ستة مقاومات، ستة مقاومات متساوية. قيمة كل منهم ار. تمام. وضح بالرسم فقط. كيف يمكن توصيلهم معا للحصول على مقاومة مكافئة؟ كام؟ تساوي ار. اتنين ار؟ ار، تدي له ار. بشرط. بدون الغاء اي مقاومة. بدون الغاء اي مقاومة. طيب. ماشي المثل دي. خلي بالك. حاضر. بدون الغاء اي ايه؟ اي ما تحطش مقاومات تتلغي عشان تحسب الباقي. بالظبط. تمام. خلي بالك هو عندك حاجة تانية يا محمد؟ لا يا مستر شكرا. شكرا لاتصالك يا محمد. تمام. مع السلامة. مع السلامة. خلي بالك بدأت السؤال رقم 3 عندنا. تمام. تمام. بص بقى كده معايا، خليك يا محمد متابع معانا. تاني بقى حاجة مهمة جدا جدا عايز مصر كلها تصحصح فيها. كلها. احنا اتفقنا الزوال المغناطيسي اتجاهه من اللي منين؟ من الجنوب للشمال. من الجنوب الى الشمال. من الجنوب الى الشمال.
يبقى ده الزوال اتجاهه من اللي من يا مستر انور من الجنوب الجغرافي من اسفل لاعلى الى الشمال على صفحتي من اسفل لاعلى من اسفل الصفحه الى اعلى الصفحه ده اتش تمام. قال لي بقى مين ملف دائري يحمل تيار. استنى بقى هتقول لي محوره منطبق على المجلات ده قال لي بقى كده ملف دائري يحمل تيار موضوع بحيث كان مستواه عمودي مستوى على مستوى الملف الدائري عمودي على المجال عمودي على الزوال المغناطيسي للارض. يبقى الملف عامل كده تمام. يبقى ادي بقى هو مين الزوال يا ريت بقى الاء من بقى المنوفيه تخلي بالها بقى خلي بالك هحط بقى ادي بقى الملف اهو ادي الملف اهو ادي الملف كده اصبح الملف وضعه دلوقتي افقي. يبقى مجاله ماله بقى رأسي منطبق على مجال الارض. شكرا اصبح مجاله اقول لك حاجه على مجال الارض اقول لك حاجه اتوقعها يعني المجالين دول اما في اتجاه واحد طبعا اما في اتجاهين متضادين طبعا مش كده. ده انا اعلمهم حاجه بقى حلوه انا راجل بقول الان لدينا مجالين منطبقان يعني خط عاملهما واحد اي مجالين منطبقين قد يكون لهما نفس الاتجاه تبقى المحصله جمع او يكون في اتجاهين متعاكسين تبقى المحصله طرح. جميل قوي تمام. يبقى اما يكونوا في اتجاه واحد ايوه محصله اجمع جمع يا في اتجاهين متضادين المحصله تمام. اطرح ودايما الجمع بيعمل ايه بيزود والطرح بينقص يعني هو كان قال لي بقى معلش كان في وضع ما قاليش هو ايه تمام. بس لما قلبت الملف 180 بالزبط. درجه تمام زادت كثافته بالظبط. قال لي بقى ملف كان ايه بقى ايه حاضر ملف تقدر يحمل تيار موضوع بحيث كان مستواه كان مستوى عمودي على الزوال المغناطيسي للأرض الذي كثافة فيضه 3 × 10^5 تسلا ولما أدير الملف لما أدير الملف 180 درجة أو قلب الملف أو قلب الملف تمام. أدير الملف 180 درجة قلب الملف تعادل عكسنا اتجاه التيار اتجاه التيار يبقى عكست اتجاه مجال الملف. استنى الحته دي اصلها بقى جميل قوي دي بقى يعني تسال فيها شرط بقى اقلب الملف علشان 180 درجه عشان يكون انعكاس مجال بالزبط. يعني ممكن اعكس المجال بتغيير بالزبط. اتجاه التيار قال لك ولما ادير الملف 180 درجه بين قوسين قلب الملف بين قوسين عكس اتجاه التيار. هو بقى يعني الكلام ده مهم اللي صارت كثافه الفيض بعد الدوران ضعف ما كانت عليه ضعف شكرا يبقى زادت. الله يرضى عليك بقى. يبقى انت بعد ما دورت كثافه الفيض زادت ولا قلت؟ زادت 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 ليه؟ لان بقى في جمع لانك جمعت جمعت ليه؟ لان بقى اتجاه واحد اتجاه واحد. اذا تقول لي قبل الدوران كانوا المجالين في اتجاهين متعاكسين بعد صار المجالان معا. اقولها له بقى كده بالراحه عيني ان انا لما قلبت الملف 180 درجه تمام زادت كثافه الفيض تمام زادت الى كذا ايا كان تمام. طالما زادت يبقى كان المحصله طرح ايوه اصبحت المحصله جمع جميل. يعني كان في نقصان بقى في زياده. يبقى انا هسجل اهو نقول قبل وبعد ايوه قبل وبعد, وبعد. قبل كانوا المجالين متعاكسين بعد كانوا المجالين معا. جبتها منين؟ من انه زاد بالظبط. لو العكس كنت قلت العكس لا عندما ادير الملف 180 درجه تساوي كلمه قلب الملف تساوي كلمه عكسنا اتجاه التيار. يبقى قبل كانوا المجالين متعاكسين بعد المجالين معا تمام. يلا بقى نفرفش الناس. افرض قال لك عكسنا اتجاه التيار زي ما قالت. طب احنا معانا اسماعيل من شمال سينا. الو عز انور ازيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. انا ولي امر طالب من شمال سينا. يا اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. طبعا تحيه خاصه للاستاذ انور والاستاذ الكبير الاستاذ عزت ربنا يخليك والغايب الحاضر الاستاذ احمد بركه حبيبنا بركه. لان السنه اللي فاتت طبعا احنا سجلنا حلقات السنه اللي فاتت كلها كان عندنا ثانويه عامه تمام وشاكرين افضلكم عموما يا رب يخليك. وان كان النمط ده اهو السنه دي للاسف يعني المداخلات احنا بنسجل حلقات تمام وبنتعلم. انا مدرس كهرباء تمام يعني هندسه كهربيه انا متعلمها بس بتعلم اكتر من اساتذتنا المحترمين دول. الله يكرمك ربنا يخليك. لنا سؤال صغير في قانوني كيرشوف. اتفضل. هل الطالب مطلوب ان يحل معادلات جبريا ولا يستخدم اله حاسبه مباشره؟ براحته تماما تماما. انا بحاسبه يا فندم على 4 درجات تمام. يعني هو لو ثلاث معادلات ثلاث معادلات بثلاث درجات وحلهم على الاله الحاسبه والنتيجه النهائيه النتيجه النهائيه درجه يحتسبوا مش تمام. حسب بتسلسل خطوات الحل الجبري. جبتها ازاي بالرياضه دي بتاعتك انت؟ دي عاديه يعني لكن انا ليا 3 درجات معادلات ليا درجه ناتج نهائي ولكن ما بينهما
انت حر يا طالب. يعني سعادتك الاستاذ عزت ادرى مننا كلنا السنه اللي فاتت في امتحان الفيزياء 2015 حصل مشكله في ورقه الامتحان، الورقه الامتحانيه ونموذج الاجابه. ايوه حصل. في القوه الدافعه الكهربائيه حصل العكسيه. أيوه حصل. كلامك صح. جت ثلاث مطالب ووزع الدرجات على اربع مطالب رغم انه ما ذكرش العلاقه على نحو منفصل. صح بالفعل. بس الكلام ده اتقال في مكتب مختصه تماما ان هذا التوزيع تمام. عموما احنا شاكرين لافضلكم، بس احنا بنستنى الحلقه. يا ريت والحلقه القانونيه كشف احنا ما شفناهاش. هنعيدها تاني دلوقتي للاسف. احنا ما شفناهاش. هنعيدها تاني. 7 دقايق يا استاذ عزت اللي انا سمعته منك الحلقه اللي فاتت. انا حليت جميع مسائل الكتاب اللي مكتب الوزاره. تمام. على ال7 دقايق دول. بس الطالب مش بالقدرات دي. ايوه. اكيد عايز متسع. حاضر أكثر. حاضر. لا هو بص على فكره هو كله طبعا التعليقات اللي هي جت الحمد لله قالوا ان انت كونت المعادلات بطريقه سهله جدا جدا. اه جميل. وكله اجمع دي اسهل طريقه شفناها. والله انا خدتها في هندسه المنصوره بس انا ما فهمتهاش اكتر واكتر الى المره دي. صح الحمد لله. ليه؟ لان ساعتها خليتها معادله صفريه. بالظبط. خلاص الهبوط في الجهد في المقاومه عكس اتجاه الطياره. الله يفتح عليك. قوه دفع الكهربائيه من السالب للموجب. الله يفتح عليك. عملت معادله صفريه سهله وجميله ومختصره. تمام. هو الكل قال هو طبعا كده انت كونت المعدات بشكل رائع جدا وسهل جدا. جميلة والله. ولكن والله انا غلطت في ضرب 2 في 5 مش عارف عملتها. هي بس انا اعتبرت اللي هي كان خط المطلق بتاعها كان مختلف. انما عادي اتحلت عادي يعني. يا ريس ربنا يديك الصحه وشاكرين افضلكم مره ثانيه وثالثه ورابعه. سعيد بوجودك. اتفضل. شكرا فندم. قال لي بقى هنا الزوال المغناطيسي اتجاهه من الجنوب الى الشمال. اتجاهه من الجنوب الى الشمال دائما. تمام. تمام. هو حط الملف بحيث كان عمود على الزوال. يبقى حط الملف افقي. تمام. يبقى صار مجال الملف هعمله بقى بالاحمر منطبق على الزوال المغناطيسي. تمام. يبقى دلوقتي انت عندك الان مجالين. حاجه من الاثنين بقى. بالظبط. خط عملهم واحد. اه. قد يكون لهما نفس الاتجاه بجمع. قد يكون العكس. او يكون في اتجاهين متضادين بطرح. ماشي. لهما نفس الاتجاه بجمع في اتجاهين متضادين بطرح. تمام. الجمع قلنا بيزود. والطرح قلنا بينقص. صح كده؟ قال لك لما دار الملف 180 درجه صارت كثافه الصوت ضعف ما كانت عليه. يبقى قبل الدوران المجالين متعاكسين، بعد الدوران المجالين معا. تمام. معا بجمع متعاكسين بطرح، فانا هضطر اعمل مره بي زد اتش ومره ثانيه اتش ناقص بي. اه. هو قال لي المحصله بعد ضعف ما كانت عليه. فاكتب لك بقى بي زائد اتش اهي بالك بتساوي 2 بي ناقص اتش. اه 2 في محصله الطرح. شيء طبيعي جدا جدا لكل زمايلنا لكل ولادنا الصغيرين. الجمع ده مضاعفات للطرح. يعني دايما صحيح قدامه. يعني دايما صحيح. قدامه اكبر من واحد. قصدك رقم صحيح. اه طبعا مره ونص ممكن 3 مرات 4 مرات وهكذا. وقال لي ضعف مكان اقل من واحد يعني. ده طبعا عمره ازاي. يعني مثلا دايما الجمع مجموع اكبر من الطرح. تمام. هفك القوس بقى بي زائد اتش بيساوي على فكره 2 بي نطلع فوق شويه ناقص 2 اتش. نطلع فوق شويه. تمام. بي زائد اتش بيساوي 2 بي ناقص هجيب السالب ناحيه الموجب بقت 3 اتش. على فكره 3 اتش بتساوي بي. بتساوي بي بس مش كده؟ اذا بي بقى تساوي كام؟ 3 في 3 في 10 اس سالب 5 طلعت ب 9 في 10 اس سالب 5 تسلا. تمام؟ تمام. فكره برضك. وارجع اعمل الاحتمال الثاني لان هو احتمال يبقى 2 بي ناقص اتش واحتمال اتش ناقص بي. استنى بقى. ليه بقى؟ يعني هو في المساله لو كان قال لي من الاول هيساوي اتش اكبر من بي. بالظبط. او بي اكبر من اتش. أيوه. كنت انا اتصرفت. زي مساله مين بقى؟ الاء المنوفيه. تمام. هو قال لها بي اصغر من بي 2. هنا حد قال لها بي اقل. يبقى بي 2 ناقص بي 1. يبقى هتبقى بي 2 ناقص بقى بي 1. انا بحب اشرح لهم الاول. تمام. ادي الفكره لو في الكلام ده ما عندهمش ادنى مشكله. احنا معانا هديل من المنصوره. اتفضل. هديل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ انور؟ ازيك يا استاذ عزت؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. اتفضلي. لو سمحت بس الكرشوف ما حضرتوش حضراتكم ف ما باخدش درس يعني معتمد عليكم. على راسي ان شاء الله. ما عندي مشكله فيه يعني قانون كرشوف. تعتمد على ربنا اولا واحنا معاك ان شاء الله وراح انا اعمل هو والله كله طلب معادله تاني بتكوين المعادلات باللي انا عملتها ان شاء الله. نعيدها تاني ان شاء الله. هنعيدها. حاضر. عينيا ليك. وفي وبالنسبه في حل المسائل للنسبه بين بعضهم مثلا الكثافه بين النسبه يعني بين في القوانين نحول من السنتيمتر المتر ولا نسيب زي ما هي ما تفرقش. انا اقول لك على حاجه راي الشخصي يعني. انا احب احول على طول يعني على طول نسبه يعني. مش نسبه انا احب احولها لسبب قد يديني واحده بوحده وثانيه بوحده مختلفه
فانا اتعودت ان احول ما احولش النسبه، فهتلاقي نفسك تغلطي، فانا مش هتخسري حاجه ما تحولي. لكن هو المفروض ان عادي لو انت نفس الوحده ونسبه ما تحوليش، ما فيش مشكله يعني، ما حدش هيحاسبك. لكن انا بفضل التحويل بصفه عامه عشان ايدي تاخد على التحويل. طب نقطة أخيرة لو سمحت ممكن؟ اتفضلي. في جملة هنا بتقول إذا مر في سلكين نفس التيار ولكن في اتجاهين متضادين لا يكون لهما نقطة تعادل، مش فاهماها. حاضر. طيب. حاضر. هي ملحوظة كده. ماشي هادي. ماشي هادي. مش هرد اتصالك هادي، حاجة تانية؟ لا شكرا. شكرا ليك. اتفضل. بقى اكمل حل بقى المساله. اتفضل. انا خدت الاحتمال الاول 2 بي ناقص اتش. اخد الاحتمال الثاني اتش ناقص بي. بفك بقى كده، بقت بي زائد اتش بيساوي 2 اتش ناقص 2 بي. هجيب بقى دي الناحيه دي. بقت 3 بي على فكره بتساوي اتش. اتش واحده. اللي هي 3. اصبحت دي بتساوي اتش على كام؟ بتلت ال على 3. تلت الاتش. 3 في 10 اس سالب 5 على 3. 1 في 10 اس سالب 5. تسلا. خلاص الكلام ان أيوة. انا يا مستر عزت اكون مصحصح اثناء قراءه المساله. تمام. بمعنى اشوف نفسي هو كاتب لي ان في حد اكبر من حد. تمام. ولا مش كاتب. تمام. اذا كاتب الزمني ان مين ناقص مين، الكبير ناقص الصغير. تمام. ما قاليش على حد اكبر من حد. تمام. يبقى مفترض ان اعمل احتمالين. تمام. والاحتمال اقول له كده بفرض ان بي اكبر من اتش واشتغل مره. تمام. والثاني بفرض ان اتش اكبر من بي واشتغل مره ثانيه. تمام. وفي الحالتين اطلع الناتج اقول له اذا الناتج في النهايه توتال كذا او كذا. تمام. يعني الرقم 2 عندي الزوايا المغناطيسي اتحط ملف عمود عليه، يبقى حط الملف افقي يبقى مجاله راسي، قد يكون لهما نفس الاتجاه او يكون متعاكسين في الاتجاه. لما دور 180 صارت كثافه الفيض ضعف ما كانت عليه. تمام. يبقى قبل كانوا متعاكسين، بعد صار معا. شوف بقى وليد واحنا نحلوا مساله. شوف وليد. وليد قول يا ريس. وليد اهلا بيك معنا. وليد. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه سامعين. وطي التلفزيون واسمعونا من التليفون. ايوه. لو سمحت انا طالب الصراحه في اولى ثانوي. في اولى ثانوي؟ طب طلباتك اتفضل. احنا عايزين نجيب لنا الدروس عشان احنا لسه جايين من ثانوي جديد ما نعرفش حاجه. طيب هو احنا عموما مسجلين حلقات للصف الاول الثانوي، وقريب جدا هتتذاع وهيتعلن على مواعيدها وهيبقى المنهج كامل ان شاء الله. اتفضل يا مستر. يعني هم على فكره في ناس اتصلت بينا قبل كده. فكره برضو عايزين حلقات على الهوا لطلبه اولى ثانوي. عايزين حلقات على الهوا. يا ريت والله. اللي كده طلبه اولى بقى ثانوي. وانا على فكره مع الراي ده تماما، لان احنا كده بنعمل جيل مدرسه على الهواء. اولى وثانيه يعني. اولى وثانيه وثالثه. يا ريت نعمل اولى وثانيه وثالثه. الفكره زي كل الدول ما بتعمل عندها الثانوي اولى ثانيه ثالثه. هم عايزين حلقات على الهواء وعايزين يتناقشوا معانا، لان طبعا على فكره بس يعني ده طالب صغير في اولى ثانوي برضه، هو قال لك انا طالع من الايه الاعداديه. فكره ممكن تكون مفاهيمه اللغويه مش مخليه يستوعب يعني التعبيرات بتاعه الفيزياء. تمام. فشيء طبيعي يبقى هو محتاج. طيب. حد ايه طيب يشرح. محمد من سوهاج. اتفضل. اتفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. الاول احب طبعا اقدم الشكر لمخرجنا الجميل والمستر عزة سعد ومستر انور عبد الله. الله يكرمك. ميرسي. ربنا يبارك لك. في الحلقات السنه طبعا البرنامج كان احسن بكتير من السنوات اللي فاتت. فكنت طالب ان الحلقات تتسجل وتنزل على النت، عشان في تقريبا حلقتين كانوا واقعين من النور كان قاطع وكده فما عرفتش. طيب تمام. ننزل لك كل الحلقات على النت. يعني هو رايه ان كده الحلقات كويسه ومناسبه بيستفيد منها. هو محتاج الحلقات دي تنزل بالتتابع بحيث لما يرجع للحلقه يلاقيها مره واثنين وثلاثه، وده شيء رائع. هننزل لك الرابط بتاعها على صفحه مدرسه على الهوا وهتبقى معلنه ان شاء الله. حاضر. تمام يا مستر. عشان في حلقات معينه عايز اعيدها اكتر من مره. ماشي. حاضر. عشان في جزئيات محتاجه اعيدها يعني. تمام ماشي ان شاء الله. حاضر. عموما انت برضه في مراجعات هتتم ان شاء الله قريب يعني على كل اجزاء المنهج. هو طبعا في حد كده من الوزاره اتكلم معايا
وفي خطه على فكره زمنيه هي طبعا اتحطت عشان نمشي بالمنهج. تمام. هم قالوا لي ما هي المعوقات اللي مقابلك وانت شغال، فانا قلت انا عندي معوقات 1 2 3، فكره منها انا صريح جدا منها طبعا لما بيكون كم الاتصالات كتير انا ما نشان بلحق اشرح، وفي تعليقات كتير حصلت على الاتصالات الكتيرة ديت، وعايزين نخليها اخر نص ساعه بس الفكره بس كلها تمام كده. ولكن برضك في نفس الوقت موضوع الاتصال ده انا معاه جدا، ان لازم ان يكون تواصل مباشر ما بينه وبينهم، فهو في دلوقتي محاولات ان ممكن احنا نزود الايه عدد الساعات. تمام. وان كانت الوزاره لسه ما زالت مصممه ان هو انت هيبقى ليك ساعتين وتحاول تخلص فيهم، انت طمن وقول انا هبدا ان اراجع. لكن الفكره دي طلبه، يعني مثلا في ناس دلوقتي شغاله في الفصل الثالث، هو انت معرض ان ممكن يروح سالك سؤال في الفصل ايه الثالث. تمام. وبعدين خاصه ان المدرس بتاعه ما هوش فاضي يجاوب له. تمام. على فكره صدقنا امانه ربنا هيبقى محتار ومستني لما يبدا احنا فيه عشان يسال، يعني هو اصلا بيكون ما هوش فاضي يجاوب له. ولو هو ساله بيشخط فيه. فطبعا يا ريت الوزاره، معلش انا بنقل عارف ان انا راح يتم العتاب عليا، بس يا ريت نزود ساعه أو, او 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 نحاول نتصرف ان شاء الله. ان شاء الله حصه ساعتين وحصه ساعتين كل اسبوعين، كل اسبوعين زياده ساعتين او زيادة ساعتين، بحيث ان انا ايه بحيث ان نكفي الغرض اللي هم عايزينه. رغم على فكره ذلك ده انت عارف ده مجهود علينا قد ايه، بس احنا في الخدمه، اذا كان وزاره الاعلام، اذا كان وزاره التربيه والتعليم، اذا كان الطلبه، احنا في خدمه اي حد فيهم. طيب نقول لك بقى اتفضل المساله بتاعه الاء، يا رب نكون فاكر الاسم، من المنوفيه. هي قالت ملفان دائريان منطبقان له مركز مشترك، يبقى واحد اهو والتاني اهو، انا هستغل بقى ده، مش الملفين دول منطبقان لهم مركز مشترك؟ تفتكر مجال الملف الخارجي مر بمركزه عموده على مستوى، ماشي، ومجال الملف الداخلي ايضا مر بمركزه عموده على مستوى، لان الاثنين مركز مشترك ونفس المركز منطبقان. بالنسبه لبنت الجميله اللي سالت تقريبا من اسيوط، اللي قالت ملفان لولبيان منطبقان محور مشترك برضو كذلك، يبقى ملف جوه التاني، يبقى المحور مشترك بالظبط، محور مشترك، ملف برضك ملفان له محور مشترك جوه ايه التاني. مجال الملف اللولبي منطبق على محوره، طالما الملفان اللولبيان لهم محور مشترك يبقوا المجالين بتوعهم بقى منطبقين. تمام. هي قالت كلمه، معلش بنتي الغاليه مالكيش حق فيها قوي، يعني هي عايزه تقول مين الداخلي ومين الخارجي. مسهل جدا ان انا ارسم كده ملف، على فكره ارسم ملف كده، هو الفكره اصبح ده ملف خارجي، يا رب بس كلهم يكونوا ايه تابعنا. وبعدين الصديق الجميل بتاع شمال سيناء، انا قلبي مع انا 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 كده بصراحه مقتنع برايه جدا جدا جدا، يعني كل ده احنا رايحين نعمله واحنا ايه شغالين، اصبح كده على فكره حضرتك هما الاثنين كده، هما اصبح الملفين دول مالهم بقى مستر انور على فكره، اصبح ملفين هم منطبق على بعض منطبق لهم محور مشترك. تمام. وفي نفس المستوى عادي جدا. حبيبتي الغاليه سمي الداخلي بي 1 ولا خارجي بي 2، مش هتفرق حاجه خالص خالص، حتى لو انت عملت العكس مش مشكله، مش هتفرق حاجه. طب استنى، هي بقى خايفه تقول اصل انت مستر وما يهمكش القصه، لا انا يهمني القصه طبعا، تعمل بي داخلي وبي خارجي بالكلمه، شكرا، بي داخلي وبي خارجي، داخلي وخارجي ازاي وخا، بي داخلي ميو ان اي على ال، شكرا، بي خارجي ميو ان اي على ال، جابت بي 1 وجابت بي 2، هو لو هن الاثنين بيحملان تيار في اتجاه واحد تبقى المحصله جامعه، في اتجاه متضام تبقى المحصله طرح. تمام. ارجع لبقى مساله المنوفيه، مجال الاول خط مستقيم مر بمركزه عمود على مستواه، برضه مجال الثاني مر بمركزه عمود على مستواه. عايز بقى تنطق دلوقتي وبابا وماما شاهدين عليها، بص بقى الاء اسمها، يا رب يكون اسمها الاء، الاء انت دلوقتي عندك ملفان دائريان منطبقان مركز مشترك، طالما قال لك منطبقان مركز مشترك يعني يهمها الاثنين افقيين، هما الاثنين ايه رئيسيين، اي ملفان منطبقان لو مركز معايا مشترك يفرش معايا، هما كده ولا كده، المهم ان هما منطبقان. مجال الاول منطبق على مجال الثاني، قال لدينا مجالان، قول انت بقى مستر انور، قد يكون لهما نفس الاتجاه او يكون عكس الاتجاه، هنعرف ده منين؟ انا هعرف من خلال بقى بالظبط كثافه في الكليه بعد التغير زادت. تمام. ولا قلت؟ الله يفتح عليك وعلى بقى جمالك، هو قال لها لما عكس اتجاه التيار قلت كثافه الفضل، بس شكرا، يبقى كانت كبيره، لا اهو صغرت. يبقى هنا ادي القبل وادي البعد، صح؟ هي بعد نص، يبقى بعد متعاكسان، قبل معا
يعني وصف. قبل كان جمع طبعا بعد بقى طرح. قبل كان جمع هو قال لها بي 1 الداخلي بي 1 الداخلي اقل من بي 2 الخارجي فانا هضطر اقول بقى هنا قبل كانوا معا نجمعهم بي 2 زائد بي 1 صح يا ريس تمام. طيب بعد بقى بعد طرح بقى واستنى طرح واستنى مين الكبير هو قال لي بي 1 الداخلي اقل من بي 2 الخارجي خلاص يبقى هنا بي 2 كبيره يبقى بي 2 ناقص بي 1 تمام ناقص بي 1 دي بتساوي بقى نص اللي كنت بشرحها من كده بقى شويه اضرب طرفين وسطين بقى 2 بي 2 ناقص 2 بي 1 بيساوي بي 2 زائد بي 1 صح كده يا ريس تمام. انا هجيب بي 2 الناحيه دي هيجي لي بالسالب بقت بي 2 واحده وادي ده هناك بالموجب 3 بي 1 دي بقى المعادله اللي انا وصلت لها بس انا عايز اعيد لبنت الشطره تاني الاء هو قال لك لما عكست اتجاه التيار في الملف صارت كثافه الفض نص ما كانت عليه نص اتفضل هات محمد طيب محمد من هنا هرجع لك تاني يا الاء ازيك يا محمد السلام عليكم ازيك يا استاذ انور ازيك عامل ايه اخبارك الحمد لله ممكن اكلم مستر عزه اتفضل اتفضل يا ابو حميد تحت امرك في سؤال محيرني يا مستر اتفضل هو انت راضي ان الحلقات تكون مباشره على الهواء طبعا ليه على بس فكرة انا مختلف معاك في رايك ليه بس ليه طيب علشان الوقت عشان الوقت انا اتصلت بحضرتك الحلقه اللي قبل اللي فات تمام وقلت لك انا ساكن في قريه ساكن بعيد في قرية. عن المحافظه تمام علشان اوصل المحافظه اخد محاضرات في السنتر تمام. صعب جدا السبب هي المواصلات علشان اذهب المحافظه وارجع 3 ساعات تمام وبالرغم كده المواصلات صعبه جدا زي الزفت تمام يا ريت تديني فرصه اتكلم دلوقتي تمام يا ريت لو سمحت ممكن طالب بزياده 3 ساعات مره ولكن زي ما قلت من شويه مرتبطين بخطه انا طبعا يا ريت لو سمحت ما تردش على حد في هذا الوقت عشان الوقت بيضيع مع احترام لزملائي طلاب وطالبات مصر لانهم ابتدوا من اول شهر 8 وانت حضرتك ابتديت في اول شهر 10 الطلبه خلصت اللي هو الحصه الكهرومغناطيسي وانت لسه في بدايه الفصل العاشر تمام ان هو التاثير المغناطيسي تمام مفيش عدل كده انا اسف مع احترام للطلبه تمام عايز اقول في النهايه يعني عشان الوقت بس من حق مصر ومن حق الحكومه المصريه انني اخذ فرصه كامله لابد من زياده عدد ساعات الماده ان شاء الله ساعه واحده وتترك للاسئله بعد سماح ساعتين شرح وانا واثق جدا ان مستر عز السعد مش هيخجل علينا وعلى طلاب مصر حاضر عيني واكيد انت هتوافق على الساعه او ساعتين زياده دون ان تتقاضى اجر عن ذلك من رأس. اجل صندوق تحيا مصر على راسي طبعا ده لا يا ريت تتقاضى اجر على راسي عن دون اجر عن ذلك ساعتين زياده من اجل انا موافق طبعا احنا كلنا موافقين على كده ماشي يا محمد شكرا ماشي يا ابو حميد اتفضل مساعد طب بس بص لي كده هو محمد له وجهه نظر انا فهمتها هو قالها سريعه شويه قال ان هو يعني شكله كده ومعتمد على مدرسه على الهواء تمام لما محمد قال انت راضي على البرنامج مباشر ولا ايه لا انا فهمت سؤاله غلط هو انا فهمت ان انت موافق على رجوع الهواء مباشر ولا لا طبعا رجوع الهواء مباشر ده مهم جدا وهم مليون مره من التسجيل تمام لان على فكره التسجيل ما هوش راح يفيد الطالب زي ايه الهوا كده الهوا الطالب بيبدا يشترك معانا الطالب على فكره صعب عليها تسال على فكره في الدروس الخصوصيه وانت 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 عارف أكيد. الكلام ده اذا المدرسه على الهوا مفتوحه للايه اسئله ولكن انا لن اغفل اطلاقا الكلمه اللي قالها محمد لان لمست قلبي هو قال لك انا بسافر 3 ساعات عشان اخد درس تمام وبعدين قال في نفس الوقت يعني قال يعني هو قصده البرنامج بادئ متاخر يعني بادئ في 10 الناس باديه بره من شهر ايه 8 اللي بقى يقصده محمد ان كده هيلاقي فيه طلبه سابقه مدرسه على الهواء وقعد يتابع بالظبط تمام مستمر معاهم في نفس لا هو قال كلمه معنى الكلام ده ان هو ما خدش فرصته زي اي حد تمام. فانا معلش انا اسف لو انا اقدر يعني ادفع من جيبي انا فعلا انت مستعد ادفع تمام بس ايه احنا نعمل ساعه على الهواء ماشي يا باشا زياده تمام لكن يا محمد الهواء طبعا مباشر مهم جدا وانا وكل زمايلي عندنا على فكره في كل المواد فيزياء عربي انجليزي كله عندنا ايه استعداد ارجو كلام محمد يكون وصل وبعدين ارجو في غضون اسبوعين يكون فيه ناتج ويكون فيه حل تمام طيب انا هاجر هاجر من سوهاج من سوهاج
هاجر ازيك يا هاجر؟ الحمد لله كويس. امال يا هاجر؟ ايه انا عايزه مستر سعد. مستر عايزه على راسي يا حبيبتي. اتفضلي. عندي سؤال في الفصل التاسع. اتفضلي. هو سلك وفي مقاومه تمام، وفي اول السلك في نقطه A واخر السلك B تمام، والتيار بيمشي من A ل B تمام. بيقول السؤال النسبة بين الجهد عند النقطة A قبل مرور التيار كما بالرسم الموضح في إلى الجهد عند النقطة B بعد مرور التيار بالمقاومة R. اختيارات. طيب، طب فأنت كده تقولي لي بس الرسمة على فكرة، لأن موضع الجهد يعتمد على موضع النقطة في الدايرة. ما هو لا. رسم مقاومة كده بس، مقاومة واحدة. وعامل بقى السلك وفي مقاومه. طيب يعني بص لي كده، يعني ادي مقاومه، عشان هسالك سؤال انا بقى، ديت مقاومه واضحه كده بانت فيه عندك؟ لا لسه. طيب هجي لك دلوقتي. اضع هنفترض مقاومه ار يا هاجر، هتقولها والنبي على الشاشه. ادي ار، ها بانت قدامك يا هاجر؟ لا لسه. طيب السلك بقى محطوط كده؟ ايوه بانت دلوقتي كده. وصل؟ تمام. ده السؤال بتاعك. لا مفيش اللي هو بتاع من فوق دي، مفيش السلك يا مستر. يعني كده بس. مقاومه كده ار وفي من A ل B، يعني في نقطه. يعني كده A وادي B. تمام كده. تمام كده. تمام، فيها معاها حاجه تانية هاجر؟ اللي هو الجهد بيمشي، التيار بيمشي من A ل B. تمام، بص بقى ورد انت بقى عليا يا هاجر. ايه شرط مرور تيار؟ انه ينتقل من الجهد الاعلى للجهد الاقل. صح، يبقى مين اعلى جهد عندك هنا؟ ايه مين اقل جهد؟ بي. اصبح جهد نقطه A اعلى من جهد نقطه B. صح كده. بس هو الاختيارات بيقول اكبر من الواحد ولا يساوي الواحد ولا اقل من الواحد. اكبر طبعا من الواحد. مش هو ايه اكبر من بقى بي، يبقى النسبة جهد ايه على جهد بي اكبر ايه من واحد. بس انا عايز اقنعك بحاجة قوي. تعرف تجيبي لي فرق هنفترض ان هنا تيار قدره اي، عايز اسألك بقى. تمام، ده تيار قدره اي، كم يكون فرق الجهد بين النقطتين A و B؟ يعني ايه؟ يعني في بين طرفي المقاومة يساوي كام؟ بيساوي اي ار. شكرا. اي ار، حلو كده. ده اسمه فرق الجهد بين طرفي هذه المقاومة اي ار. انت عارفة فرق الجهد بينهم معناته ايه؟ معناته جهد ايه ناقص جهد بي. فهمتني كده هاجر؟ يبقى فرق جهد نقطة ايه ناقص جهد نقطة بي بيساوي اي ار بينهما. وصل يا غالي؟ رد عليا. اذا في ايه بقى يساوي كام؟ نعم، في ايه يعني جهد نقطة ايه بقى يساوي كام؟ اي ار اللي هو بصفر. لا، اي ار هتجيبي لي هنا بقى دي ناقص في بي، توديها الناحية التانية. صح، مش شايفة انا. بصي هكتبها لك ايه، يعني احنا قلنا في جهد نقطة ايه ناقص جهد نقطة بي ده بيساوي اي ار بينهما. ماشي كده هاجر؟ شايفة؟ شايفة كده؟ على فكرة فرق الجهد ما بين A و B ده اللي هو على فكرة هاجر اي ار. أيوة. صح؟ يعني جهد نقطة A ناقص جهد نقطة B بيساوي اي ار. يبقى جهد نقطة A مش ناقص في B بيساوي اي ار. اذا جهد نقطة A لوحده يساوي كام؟ مش انا هودي دي الناحية التانية؟ اي ار زائد في بي. شكرا، اي ار زائد في بي. رد بقى عليا بقى، انه الاكبر في A ولا في B؟ لا، يبقى في A. شكرا. وصل يا هاجر؟ وصل. انت فهمتي؟ تابعي معانا واسالي في اي وقت انت عايزاه. ماشي، شكرا مستر عزيز. تحت امرك، اتفضلي. بص يا ريس، نكسر حته الكلام ده. حاول كمل. ما انا عارف. بص انا كنت عايز اقول لك على حاجه. قول. كنت عايز اقول بس نكمل مساله. هي ما خلصتش لسه؟ خلاص. طب يلا. احنا قلنا بقى لما عكس اتجاه التيار، لما عكس اتجاه، بص يا اخوانا شوف انا نفسي اعمل ايه؟ انا نفسي اعمل كل ده على فكره، وانا عندي كلام كتير اكتر من هم عارفينه،
فكرة وأكتر إيه من اللي هم عايزينه. تمام؟ قولوا بقى يعني أنا عايز بقى مصر كلها تحكم بقى. شوف بقى، وعلى فكرة لا يجرؤ أي طالب يوقف مدرس في الدرس الخصوصي ويروح سأله سؤال. ساهموا في كده حل هذه المشاكل. صح كده؟ كلنا نساهم. بص يا ريس، هنا بقى هو قال لما عكسنا اتجاه التيار صارت كثافة الفيض نص ما كانت عليه. يبقى أنت بعد ما عكست التيار طرحت. بقت بي 2 ناقص بي 1 بتساوي نص بي 2 زائد ايه بي 1. جبت منها معادله بي 2 3 بي 1. هتروح كاتبه كده بي 2 اهي 3 بي 1. عوض لي عن بي 2 ميو ان 2 اي 2 على 2 ار 2 بتساوي 3 ميو ان 1 اي 1 على 2 ار 1. هو لا يحملان نفس التيار. ما اي بيساوي اي. يبقى اي ضاعت مع اي. ميو راحت مع ميو. هي بتتكلم على الازهر 2000 والميو ضاعت مع ميو. و2 مع 2. بالظبط. 2 دي مع خليها زي ما هي. ادي ان 2 على 2 ار 2 بيساوي 3 ان 1 على 2 ار 1. هو اللي على فكره بقى قطر الاول ضعف قطر الثاني. قطر الاول ضعف قطر الثاني. يعني ار 1 يعني 2 ار 2 دي قد 2 ار 1 قد 2 ار 2 مرتين. تمام تمام. يبقى لو كتبت هنا ان 2 على 1 بيساوي 3 ان 1 على 2. ضرب بقى طرفين وسطين كده بان 1 على ان 2 هتبقى 2 ان 2 بتساوي 3 ان 1. طب اطلع اصبحت ان 1 على ان 2 شويه فوق. اصبحت ان 1 على ان 2 بتساوي كام بقى؟ 2 على 3. ان 1 على ان 2 بتساوي 2 على 3. دي مساله مين؟ ها؟ الاء المنوفيه. مساله اسيوط بقى هو قال لها الملفين دول لهم محور مشترك. اذ هي يعني يحملان تيار في اتجاه واحد هتجيب بيه الملف الاول ميو ان اي على ال، بيه الملف الثاني ميو ان اي على ال. اذا كان الملفان يحملان تيار في اتجاه واحد يبقى ايضا المجالين في اتجاه واحد وتبقى المحصله بتاعتهم جمع. ولما نشرح الملف اللي برضه هرجع لنفس الكلام. هيبان يا ريس هيبان. ماشي يا ريس كده؟ ماشي كده. الفكره ديت حاجات مهمه جدا، بس في برضه حاجه مهمه عايزين نتفقوا فيها سوا. انت لو عندك بقى ملفان دائريان منطبقان له مركز مشترك وبيحملان تيار في اتجاه واحد. تمام. ملفان داريان نفس المستوى منطبقان مركز مشترك يحملان تيار في مين؟ اتجاه واحد. يا جماعه طالما قال الملفان دائريان منطبقان مركز مشترك يبقى مجال الاول منطبق على مجال الثاني. تمام. نفس خط العمل. يبقى عمود على مستوى اي حد فيهم. تمام. يبقى المجالين عمودين على مستوى الملفين. بالظبط. لو الملفين بيحملان تيار في اتجاه واحد ده محصله يبقوا المجالين معا في اتجاه واحد ونجمع. شايف كده؟ شايف كده اهوت. يعني هنا التيار ماشي شمال يبقى مجال الملف الاول ده الى الخارج عشان التيار بقاعدة البريمة. لو انت لو كان الدوران يمين يبقى المجال عموده للداخل. تمام. لو الدوران شمال يبقى المجال عموده للخارج. دولت الاثنين بيلفوا شمال يبقوا المجالين الاثنين في اتجاه واحد محصلة نجمع كثافتها الفيض وتبقى المحصلة على فكرة جمع بوان زائد بي 2. تمام. كل ده وضع المجال. افرض ملفان دائريان منطبقان مركز مشترك. تمام. وفي اتجاهين متضادين. تمام. هنفترض ده ماشي كده يبقى مجال الملف الخارجي ده عموده للداخل، ده بتاع بيه الخارجيين. تمام. الداخلي كده حب عموده للخارج والخارج عكسه. شكرا. هتبقى المجالين متعاكسين وهجيب بوان واطرح الفرق بينهم حسب الصغير على حسب الاجواء. تمام تمام. افرض الملفين دول له مركز مشترك ولكن متعامدين. يبقى المجالين متعامدين. متعامد. هما بقى يروح ايه؟ يقول لك ايه؟ يقول لك هيبقى مجال الراس افقي. صح؟ مش واحد افقي. مجال الراس افقي ومجال افقي راسي. بالظبط. آه. مجال الراس ده افقي. تمام. صح؟ ومجال الافقي هيبقى راسي. هتبقى المحصله بقى ساعتها على فكره الجذر التربيعي اللي بي 1 تربيع زائد بي 2 تربيع. تمام. ده مهم جدا في حاله دي خلاصه الثلاث اشكال بتاعه محصله كثافتها الفيض لملفين سواء منطبقين او متعامدين. طب اسمح لنا ناخد بقى فاصل كده صغير ونرجع تاني ان شاء الله ناخد دواء قليل ان شاء الله. اهلا بيكم من جديد ومع الفيزياء الممتعه الجميله مع مستر عزت سعد. نرجع تاني مستر عزت. هنوري بقى الطلبه شكل المجال كده. اوكي. يعني احنا معانا مجموعة من البوصلات مختلفة ومعايا مغناطيس. تمام يا ريس؟ عايزين نشوف كده البوصلات بقى شكل عشوائي خالص. معانا
مجموعه مغناطيسه من البوصلات الصغيره. اسف، احنا اتفقنا قبل كده بنعرف تاثير المجال من خلال يا براده ايوه يا بوصلات ايوه تمام. فاحنا هنبدا نحط المغناطيس ده بشكل كده معين زي ما حضرتك شايف كده. ايوه بص بص ايه اللي حصل، البوصلات بسرعه بسرعه بتقوم معدله من وضعها. تاني تاني مستر انور كده عشان جت عشان دلوقتي. تاني تاني الله تاني اهو. على فكره احنا هنعمل كده يعني كل اللي قدامك ديت بوصلات اهي، بوصلات كلها بوصلات صغننه. اه بوصلات صغيره. اه طب انت ممكن توريني شكل بوصله كده تحطها لنا قدام قدام الكاميرا؟ ايه ارفعها لفوق قدامنا وشها. أيه. انا عارف انها كده دي دي يعني بوصله. دي بقى بوصله، دي بوصله تمام. واللي هي اللي جوه دي زيها زيها بس اصغر بقى عشان الاصغر. عشان نعمل ايه؟ عايزين نشوف لو وصلنا خطوط بالبوصلات دي تبقى شكل الخطوط المجال ازاي. الله عليك، يعني انت عايز تمشي مع المغناطيس على البوصلات. اه ونشوف شكل البوصلات هيتاثر بالمغناطيس من كل جهه. طب بس استنى استنى فضل. مش هي البوصله دي اصدق في فكره جت في دماغي فضل. مش لها قطب شمالي وقطب جنوبي؟ جميل. هل ده. هل القطب الشمالي والقطب الجنوبي محدد على البوصلات اللي عندك دي؟ على مين؟ على المغناطيس؟ البوصلات؟ لا على البوصلات. اه البوصلات. لا ما هو مش هنعرف طبعا، لكن المغناطيس قريب منها. تمام. وانا عايزك مؤثر. ما انا عايزك بقى تقول لي ازاي انا اقدر اعرف القطب ده. انا ماسك قطب ايه؟ اه بالظبط، انا ماسك قطب شمالي. شمالي يبقى اكيد الاقطاب المشابهه هتتنافر. هتتنافر، يبقى اللي قدامي هيبقى جنوبي. يعني انت لما تقرب هذا المغناطيس للبوصله تتجه القطب الجنوبي بتاعها عندك ليه والشمالي يبعد؟ طبعا طبيعي، عشان الاقطاب المختلفه تتجاذب تتجاذب والمتشابهه. يعني انا قدامي بوصله اهي. تمام. انا عامل كده اه، في قطب هنا اه، يبقى ده مين؟ عادي. اللي بعيد ده مين؟ طيب يبقى اللي بعيد ده الشمالي. بالظبط. اللي قريب ده الجنوبي. بص يا ريس انا تخيل لو عكست كده. بص 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 لو عكست كده. طيب البوصله طيب لفت معايا. طيب على فكره انت اللي شايف احنا مش شايفين. طب كويس. تمام. انا اعمل لك كده. ايوه عادي جدا. معلش بص مستر انور خليها راسيه كده. معلش هتتعبك. خليها أهي. راسيه أهي. خليها راسي كمان كمان اهو. اه وحرك بقى كده اهو كده. البوصله عامله ازاي؟ انا هقلب. بص معاك معاك اه اهي 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 معاك. بص بص ايوه 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 لفت معايا. على فكره تصدق ده انت اديتني. طب حرك ايدك تاني كده. ارجع تاني. اه الله 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 بالظبط كده. انت عارف يا مستر نار ايدك وانت بتتحرك اتهزت. اه ايدي انا اتهزت. انت عارف الهزه دي معناها ايه؟ ايه البوصله اتهزت معاك. طيب اعمل ايه؟ لا ده يؤكد ان وانا بهز ايدك كده المسافات بتتغير، فكثافه الفضاء حصل لها بقى ايه؟ تغيرات. صح صح. طيب. ظهر هذا التغير في البوصله زي الفل. بص بص بتلف معايا ازاي. ربنا يجعله في ميزان حسناتك. تمام. بتلف معايا ازاي. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. يبقى في تاثير. بالظبط. يعني يعني انت دلوقتي مأثر بقطب جنوبي. ده قطب جنوبي. يبقى اللي عندك ده شمالي. اللي قدامي على طول شمالي. شمالي. الاقطاب المختلفه تتجاذب. تتجاذب. طيب ودينا بقى على على الجهاز الحلو اللي قدامك ده. طيب نعمل الاتي. يلا ادي بوصلات اهي. بوصلات عشان يبقى بشكل عشوائي. بالظبط. تمام. هنحط بقى المغناطيس ده أوه. بشكل كده اهو اهو شكل البوصلات عامل ازاي. بص تمام. بص بص تمام. واخد شكل خطوط الفيض. تمام. واخد خطوط منحنيه اهي. تمام. لقيتني اقرب شويه كمان. تمام. باينه ايوه اهي اهي في كل اهو الحته دي اليمين باينه قوي. تمام. الحته اليمين دي باينه قوي اللي هي من هنا دي باينه قوي. شايفها؟ شايف الخطوط عامله ازاي؟ في انحناء ازاي؟ تمام. وبص من الناحيه الثانيه هنا الانحناءات عامله ازاي؟ مسارات متصله اهي من القطب للقطب. تمام. وهكذا احنا بنلف نلف نلف كل واحده من دول هتبص تلاقيها واخده نفس شكل المجال. تمام. بالظبط كده. يبقى انت كده خططت شكل المجال عن طريق مغناطيس مع البوصلات. باينة جدا. يعني هي الكاميرا جايباها باينة جدا. باينة جدا. باينة جدا جدا. هي رائع هي رائع هي رائع هي رائع. اهو. طيب ممكن احنا نجيبها كلها ولا ايه؟ ممكن نجيبها كلها؟ مصري عشان انا عايز اجيبها كلها عشان شرايح. هنجيبها كلها ان شاء الله. هنجيبها كلها ان شاء الله. لو احنا فتح هايلة. بص من جنبين بقى. هايلة 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 خالص والله امانة ربنا. خطوط فيضة جاية منحنية اهي منحنية. اول مرة تحصل خارج من القطب رايح المدرسة على الهواء. اول مرة تحصل على المدرسة على الهواء. رائع جدا جدا ان انت خططت المجال عن طريق البوصلات.
ما انا ليك طريقتين، يا بوصله، بوصلات، مجموعه من البوصلات. يبقى لو انت خدت بالقلم كده وصلت من البوصله للبوصله للبوصله، وبص كده كل قطب مع قدام القطب المخالف له، صح، البوصلات وهكذا وهكذا لغايه ما توصل للنهايه. يعني يعني ايه الاقطاب دي؟ الوان مش كده؟ مش الوان، لا تمام، هي يعني طالما خدت المسار ده يبقى كل بوصله قطبها الجنوبي قدام قطب الشمالي للثاني. بالظبط بالظبط، على على والله باينة جدا، باينة تخطيط المجال بتاع بتاع مين. طب انت بس صدق، احنا عايزين مره بقول لك الحاجه، هو بص يا اخوانا، على فكره احنا بنتكلم كده ولا حاجه من دي كنا متفقين عليها، صدفه صدفه يعني. احنا على فكره ما اتقابلناش من مده، تمام، وما كانش فيه احتمال ان ان ما عندكش فكره ان كنت هجيب الحاجات دي معايا النهارده. لا لا، ولا عندي فكره ان انا كنت هطلع اصلا، وانت عارف كده، عارف ان احتمال كنتش هطلع. حصل. بص يا اخوانا، احنا هنحاول، هل لو عملنا السلك المستقيم تبان بيها؟ لا النهارده ما مش جايب السلك المستقيم. تمام، بس هجيبه لك. الله يفتح عليك. كل تجارب العمل انا وريها لك. بالظبط، انا عايز اعمل التجربه دي باذن الله تعالى الحلقه الجايه تكون معاك ان شاء الله. السلك المستقيم تتعمل كده. انا معايا بقى ملف دائري. اوكي، فرجنا على حجمك الملف بقى ده. بس ده الاول علشان ده هيأثر مستر على البرادة. طبعا شكر خاص منكم لمستر انور، طبعا ربنا ربي يجعله ميزان حسناتك. اتفضل يا استاذ الكريم، اتفضل على مهل سعادتك، على اساس يبقى معانا ده مجموعه من الملفات الدائريه. اشرح لي بقى، اشرح لي. ده ملف دائري، ده ملف دائري لوحده لوحده. وده ملف دائري. طيب مستر انور، بس انا موصله مع التوالي. تمام، هل يمكن خلع واحد فيهم؟ لا صعب. صعبه. تمام. صعب. تمام صعب، ان انا يعني مثبتينهم بطريقه بحيث ما يعني ده طرف ده متصل بده وهكذا. تمام، يعني لو هو انا قدرت اخلع واحد فيهم هعمل لك مره واحد لوحده. بالظبط. تمام، هنخلع واحد. كان دلوقتي مجملهم في بعضهم كده ممكن يؤدوا يعني اقرب ما يكون لملف الحلزوني. تمام، يعني انت قصدك هل الفكره ان احنا ده عشان يساعد في بيان شكل مجال الملف الدائري، وعايز الطالب يشوف شكل المجال. اوكي اتفضل. يعني احنا هنا معانا زي ما قلنا معانا بطاريه. انا سامعا وطاعه يا ريس. معانا بطاريه، سامعا وطاعه لسعادتك. وملف دائري، مجموعه من الملفات الدائريه متصله على التوالي مع بعض. ربنا يبارك لك. وهنبدا نوصل تيار كهربي. اوكي، وبعدين احنا اتفقنا على حاجه، ادي طيب. التيار الكهربي هو براده الحديد دلوقتي نصرتها ولا لسه؟ انا نصرت براده الحديد قبل الحلقه علشان. طب بس يا ريس، طب استنى، هستلزم عليك حاجه. اتفضل. يعني شيل التيار خالص دلوقتي. اشيل التيار خالص بعد اذنك. شيلنا التيار. تمام كده، مظبوط. تمام، حاول انا عايز بقى نشوف الطلبه عايزها تشوف شكل المجال قبل ما نعمل شكل حاجة. البراده اهو، شكل براده عشوائي. عشوائي. تمام، باينه. انا شايفها عشوائي. يعني شايفها عشوائي. طيب. مش مجامله، انا منت ربنا. اهي شايف عشوائي تماما تماما، ما هيش مجامله، شكل طبعا عشوائي، بس راس عشان ما تقعش، بس كده باين شويه. ربنا، شكل عشوائي تماما تماما تماما. اتفضل. باين عشوائي، باين يا ريس. طيب احنا هنعمل طبعا. بقى ايه؟ هنوصل التيار، وعشان تاكد كمان شويه براده هنا جايه. مفيش مشكله. لا ده الله، ده دي إيه؟ دي دقه دي ولا براده ولا لما انا بقى استغليت المطبخ في البيت. مش زعلان منك، ما انا ضربت على الحكايه دي. زعلان منك ليه يا ريس؟ جبتش القلقاس. ليك عليا ليه؟ ليك عندي. يوم الخميس. يوم الخميس. اوكي، هوصل الطيار اهو. مجهزين بطاريه اهي، وهنخبط خبطات خفيفه كده. ايه الجمال ده؟ ايه الحاجات الحلوه دي؟ تبدا البراده تتشكل. لو كاميرا جايبه بقى هتطلع شكل فظيع. باين عندك شكل فظيع. هقولها لك، هوقفها لك دلوقتي. هوقفها لك، هوقفها لك. حاضر. على قد ما اقدر. على مهلك. بس باينه بقى الخطوط في المركز، خطوط مستقيمه باينه قوي، والدوائر اللي حوالين الملفات باينه جدا، وهوريها لك دلوقتي حالا. تمام. يا ريت يا ريت. ايه ليه كده؟ هتوضح الكاميرا ان شاء الله. ها مفيش قرب شويه؟ باينه يا ريس، باينه حبيبي، باينه. باين. انا مش شايف الشاشه كويس. انا شايف. ها باينة. انا مش عايز مايل اكتر كده عشان البراده ما تقعش. طب قربي كده، زوم اهي 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 اهي. باينت باينت خطوط، باينت عندك مية مية. اوكي تمام. طيب انا هعمل لك حاجه بعد كده، هصورها لك فيديو خصوص صغير كده. اوكي، ونعرضها بعد كده على فيديو. طب هي هتجيبها تاني، هي قربت الكاميرا. يا ريت يا ريت. ميرسي قوي. ميرسي ميرسي يا هند قوي، برافو عليكي، تشكري. هاتيها كده.
تم جابوها لنا على الشاشه يا ريس. ايه رايك بانت اكتر ولا لا؟ بقى احسن؟ بانت احسن. تمام. باين يا ريس؟ باين يا ريس. شكرا يا ريس، شكرا شكرا شكرا. نشكر كل طبعا الصف الجميل ده، ونشكر هند الجميله، وربنا يوفقهم ان شاء الله. كده انت وضحت لنا. طب انا يعني في النهايه كنت عايز نحطها تحت، بس مش عارف اديها لك. نحطها تحت الداتا هتبان جدا. والله؟ اه. يعني لو خدتها زي ما هي كده وحطيتها عند الداتا هتبقى، بس مش عارف نعملها ازاي. طب بعد كده بقى، بعد كده ممكن اديها زي ما هي كده احطها تحت. اوكي الداتا. خلاص بعد كده اجيبها عندنا. اه طبعا كنت انا عايز انا اقوم اجيبها. براحتك. ماشي. اوكي. ماشي. تمام. طب نكمل بقى كلامنا. اوكي كمل كلامنا الحلو بقى. احنا كنا بنتكلم بقى تاني على ملف الدائري. تمام. ومحصلات كثافه الفيض في المركز المشترك. تمام. اذا كان في اوضاع معينه. تمام. اذا كان الطيارين في اتجاه واحد. ايوه. او الطيارين متعاكسين. تمام. او في تعامد بين الملفين. بص يا ريس، انا بحب حاجه مهمه جدا بقى. فضل. يعني احنا كده خلصنا جزء كبير جدا وجزء مهم. اه. وارجو هم يتابعوا معانا بقى وتبقى القصه. وبعدين يا ريت يا ريت يعني رجاء خاص مني انا، احنا هنحاول نجري شويه وبعدين بحس ان هم ايه يعني مثلا الاسئله تبقى بعد احنا ما نشرح يعني. يعني اعتقد ديت وجهه نظري. عايزين نتفق ان اخر نص ساعه لا ان انا وضحت حاجات اعتقد لو سمعوها ما كانوا سالوا. لا ده رايي الشخصي. اه ما كانوا سالوا. ولكن من حقه يسال برضك بعدها. انا عايز بقى حاجه بقى مهمه عشان ما حدش يجيب برضك المساله دي. انا بحب اشرح الليله ازاي. ازاي انا اخلي ابني يحل اي بقى مساله. انا مدرس فيزياء مالش مثلا هجيب ابنه كل يوم حل المسائل اللي هو اللي هو عايزها. تمام. خالص صدقني. لا انا وجهه نظري لما حد من ولادي بيسال بشرح له ازاي بقى مستر انور. اه. عندي مساله يقول لك لفه دائريه واحده موضوع راسيا. تمام. لفه دائرية واحدة موضوعة رأسيا. حلو كده؟ تمام. على فكرة أنا عندي خطة في دماغي حلوة وخطة مهمة. أسألك سؤال، الملف اللولبي ده، الملف اللولبي ده إيه رأيك فيه؟ هو على فكرة شبه الملف الدائري. فعلى فكرة الحلقة الجاية وإحنا شغلنا الملف بقى اللولبي ممكن ناخد كل المسائل. يا ريت يا ريت يعني. آه. يا ريت يعني مثلا الحلقة الجاية انت عرفت الملف اللولبي قصير جدا على فكره جدا جدا كمان. يعني ممكن يبقى فيها مسائل ونحل ايضا مع كرشوف. يعني احنا في دماغنا ده الاسبوع اللي جاي بقى ان شاء الله. اه يا ريت. تمام. يا ريت ان شاء الله. لكن انت عارف الملف الدائري وشه كتير قوي. تمام. لفه دائريه واحده موضوعه راسيا. للاسف ما بحفظش حد. هستاذن حضرتك، انت بعد اذن حضرتك زميل عزيز جدا عليا، بس انت خدت موضع الطالب. طبيعي. هسأل حضرتك سؤال بعد اذن حضرتك، انا اسف. بقول لي لفه دائريه واحده موضوعه راسيا، من حق نسالك نقول لك مجالها ايه؟ افقي. شكرا. مجالها افقي صح كده؟ تمام. يعني لو اللفه راس كده صار مجالها افقي كده، صح ولا غلط؟ تمام. قال لي وضع سلك مستقيم هو الاخر راسيا. هو الاخر رأسيا. تمام. يبقى مجاله ايه؟ افقي. شكرا. انا متاكد انك بتشرح كده. اخطر ما يكون ان انا كزميل كمدرس نحل المساله على اساس انها جات. لا انا بشرح لطالب جديد على فكره. لكن امتى بقى انا شاطر؟ لا لما سنه 1980 1989 حد حلها. هي جت 1000 جت سنه 89. وصل؟ تمام. احنا عايزين نوصلهم لكده. سلك مستقيم هو الاخر راسيا، خليك مع مستر. اذا مجاله افقي. تمام. لفه دائريه موضوعه راسيا وسلك مستقيم هو الاخر راسيا. الفكر ده معناته ان مجال اللفه افقي ومجال السلك افقي. بالمجالين افقيين. قال لديك مجالان منطبقان. تمام. قد في واحد خط مستقيم وواحد حلقه. حاضر. ما هو عند المركز. عند المركز. حاضر بقى عند. تمام. المركز. أيوة. خلي بالك عند المركز. تمام. خلي بالك بقى. وقال لي يبقى كده خط العمل واحد. كمل لي القصه. قد يكون لهما نفس الاتجاه او عكس او يكون متعاكسين. ارجو يكون الخطه اللي في دماغي وصلت. انا بقسم نصين. بشرح ونص تاني بقى ابدا اطبع اللي قلته. تمام. بس بشكل مختلف.
تمام كده. قال له لفه دائريه واحده موضوع راسي يبقى مجالها افقي. تمام. قال له وضع سلك مستقيم هو الاخر راسيا. اكيد مجاله افقي. تمام. عم متعامل عليه. يبقى اصبح دلوقتي عندك كم مجال؟ مجالين. خط عملهم واحد. قد يكون لهما نفس الاتجاه او يكون عكس الاتجاه. هنعرف ده مع بعض والعكس مع بعض. محصلات الكثافه في زادت او قلت. الله يفتح عليك. من محصلات كثافه زادت وقلت. طب بعد ما احدث تغير على احدهما زادت كثافه الفيض. يبقى كانت في عكس اتجاه اصبحت في نفس الاتجاه. تمام. افرض احدث تغير ما صارت كثافه الفيض قلت. يبقى كانت بزياده وطرحنا. شكرا. كانت بجمع وبقى طرح. صح كده. تمام. قال لي بحيث كان هذا السلك ممثل لهذه اللفه. السلك كان ممثل لهذه اللفه ويلاشي كل منهما مجال الاخر. يلاشي كل منهما مجال يلغي الآخر. كل منهما مجال الاخر. انت انا اول ما اسمع الكلمه دي هو اللي بقى محاصيل كثافه الفيض بصفر لما يتساوى كثافتي الفيض وتضاد في الاتجاه. انا بقى عايز الاول على الجمهوريه يقول مجال اللفه الدائريه افقي لانها راسي. مجال السلك المستقيم راسي. مجال السلك مستقيم افقي لان السلك راسي. يبقى صار المجالين معا لهما خط عمل واحد. قد يكون لهما نفس الاتجاه او يكون متعاكسين. ولان كل منهما يلاشى عمل الاخر يبقى كده خط عملهم واحد وفي اتجاهين متضادين ولهم نفس المقدار. نفس المقدار. فهمت قصدي؟ المحصله اصبحت بصفر. اصبحت الفكره مش هتنحرف. اصبحت بوان بقى بيساوي تو. قال له اذا كانت شده تيار اللفه واحد وعشرين من مية أمبير احسب شدة تيار السلك عشان مجاله يلاشي مجال اللفة. أنا أنطلق من حيث الكلمة اللي قالها لي. يلاشي. طبعاً. تمام. تمام. يلاشي يبقى أنا ضامن إن كثافة الفيض المحصلة بتساوي صفر. إذا غصب عني بي 1 للسلك بيساوي بي 2 للملف ولكن في اتجاهين متضادين. شكراً. ولازم اقولها دي يا مستر عزت واكتبها من فضلك ما أنا بقوله. عشان دي بيكون عليها جزء من الدرجه. ما ده اللي بقوله بقى. ده انا طماع قوي. هيكتب من المعلوم ان مجال اللفه افقي. تمام. لانها راس. هجيب من بدري بقى. وايضا مجال السلك افقي. المجالان منطبقان. قد يكون لهما نفس الاتجاه او متعاكسان. ولان كل منهما يلاشي عمل الاخر فهما متساويان في المقدار متضادين في الاتجاه ولهما نفس المقدار. تمام. تمام. هكتب بي سلك ميو على توباي. هو انا استاذنك في استئذان كده اتفضل. وانا حافظ قانون؟ لا حافظ قانون في الحاله دي يعني ما يقول لي الحاله دي لا ما لا انا لا عندي لا. قانون اكتبه لا لا ما هو ولا انا عندي قدره ان انا اجيب القانون بالظبط. ما هو ده اللي انا بحذر منه. خد بالك. لا ده اللي انا بشرحه بقى. لكن انا ما اديكش مذكره لو اعطى كذا طبق كذا. مفيش حته لو قال لو خالص. عمل وانت تعمل ايه خالص. صدقني انا اخد الفكره من اساسها وفنطها. يبقى انا كده هطلع طالب مش ايه ما هوش مؤهل. تمام. جيدا لحل ما هو جديد. هكتب ميو ان اي على تو ار. صح كده. قانون البي بتاع السلك لوحده. بالظبط. قانون البي بتاع الملف لوحده. هضيع ميو على 2 مع ميو على 2. جميل. اصبحت اي على باي دي. شوف انا مانيش مستعجل ازاي. اي على مين اي على باي دي. ماشي ماشي. تساوي ان اي على ار. حلو الكلام. هنظر نظره بقى. تخيل انا مش مديني دي ولا ار. تمام. انظر عادي. ايه انظر ايه نظره يعني عينيا تشتغل. هتشتغل. وانا رسمت هم هيلاشوا بعض فين. رسمتها لما رسمتها وضحت قوي. بالظبط. هم هيلاشوا بعض فين في المركز. شكرا. بعد المركز عن السلك فين. بس في المركز. وبعد المركز عن الملف يعني ممكن يضحك علينا. ممكن يضحك علينا. طبيعي. طب افرض السلك ده موضوع بعيد عن السلك يعني بعيد عن الملف. مش مسافه هتضاف للمقدار. طبيعي. تمام. عند المركز يبقى دي ضعف شكل ولا ايه. طبعا. يبقى احفظ شكل. لا طبعا مش احفظ شكل. انا بفهم شكل. افهم اجيبها ازاي. بالظبط. بقت اي على واي بتساوي ان اي. تمام. اي على فكره للسلك وعايزها بقت 20 على 7 فوق 7. ايوه. ان الملف الدائري بواحد لف واحده تيار 21 على 100 تطلع اي للسلك 66 من 100 امبير. بس جاوب فوق شويه يا مستر. ثم صف ماذا يحدث اذا عكس اتجاه التيار في اللفه. حلو قوي الحته دي بقى. صف ما ايه ماذا يحدث يعني قول لي ايه اللي هيحصل بقى نتيجه عكس اتجاه التيار في احد اذا عكس اتجاه التيار في اللفه في واحده من الاثنين. أيوة. لو عكست التيار في الاثنين يبقى الوضع على ما هو عليه. يبقى عكست التيار في احد يا اما في اللفه يا اما في التيار في السلك يبقى اصبح المجالين في اتجاه ايه واحد. تبقى المحصله جمع اثنين في احدهما والاثنين قد بعض. ايوه. المحصله ضعف حد فيهم مش كده. تمام. طيب هل انا من حقي هنا احسب بقى ولا اقول له وصف كده وخلاص؟ هو قال لك صف ما يحدث. صف ما يحدث يبقى انا هوصف. ما قالش ايه. ما قالش يحسب.
طيب ممكن اوصف بالحساب؟ ممكن اوصف بالحساب. لو انت مديني نصف القطر او انت مديني المسافة؟ مش مديني. خلاص يبقى اوصف من غير حساب، ده اللي احنا عايزينه بقى. حلو قوي، يعني ناكد تاني على الحته دي بقى، ما ادانيش ما تفلسفش بقى واقول بقى بالرموز وبدلاله الرموز والكلام ده. لا لا لا، لا اقوله بس مجرد الوصف، ان لما يتغير اتجاه الطائر في احدهما تمام اصبح المجالان في اتجاه تمام واحد اصبحت تمام المحصله جمع جمع. يبقى هنا بما انهم كانوا متساويين في القيمه بالظبط، فالبي توتال اصبحت 2 بي 1 او بي 2 بي 2 ايا كان، ضعف احدهما ضعف واحده فيهم مش كده؟ تمام تمام. بص بقى يا ريس، انا عايز حاله مهمه قوي. شحنه كهربيه بتدور في مسار دائري، وكيف يتم التعامل مع هذا الشكل؟ طيب ايه رايك لو في شحنه كهربيه بتدور في مسار دائري؟ ماشي، هينتج عنها تيار كهربي؟ اكيد. هذه الشحنه تعمل كما لو كانت ملفا دائريا. طالما في تيار كهربي ممرر يبقى كانه ملف دائري متكون من لفه تمام واحده. تمام، انت قلت بيتكون من لفه واحده، حلوه، عشان هشتغل على قوانيني على اللفه الواحده. تمام، شحنه بتدور في مسار دائري. اتفضل ابراهيم. اتفضل ابراهيم. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا باشا؟ اهلا بك حبيبي. هو ممكن بس كلام محمد دوت نقوله لمحمد اللي هو من هنا، اللي هو طالب دوت من هنا، بقى له مده بيقول محمد ان احنا نزود الحلقات بس ما حدش يعني بيقول في كل المواد تقريبا وما حدش بيستمع ليه يعني. تمام، وبعدين هو حضرتك ممكن نعرف المواعيد، يعني نعرف مواعيد المواد كلها بتيجي امتى؟ الاحياء، الكيمياء، الفيزياء. عينيا. هو شكرا يعني. بالنسبه للفيزياء بتيجي كل يوم حد ان شاء الله من الساعه 7 على سبعة؟ على الهواء ان شاء الله. الساعه 7 ساعتين بقى. ساعتين من 7 ل 9. ليه الجيولوجيا والاحياء بتقعد ساعه واحده بس؟ بص يعني ساعه قليله يعني جدا. طيب هو عموما ده امر راجع لمين؟ اداره القناه. احنا معانا الناس اللي معانا دلوقتي على فكره بيكتب تقرير عن الحلقه، وعندنا مخرج جميل جدا هو راح يقدم كل التقرير ده لاداره القناه. تمام، ممكن يا مستر بس حاجه اللي هو تحديد المسار في سلك مستقيم ديت برضو بتلخبط فيها، يعني حضرتك لما جيت شرحتها انا فهمت ان انا ممكن احدد الاتجاه من ناحيه يمين السلك او يسار السلك. تمام، اما اجيب سلك واحد بس، اما اجيب سلك واحد حضرتك انا فهمتها لما يكون في سلكين. تمام، لما يكون في سلك واحد احدد ازاي؟ حاضر، على راسي انا الاثنين. ماشي حبيبي، شكرا. تابع معايا معلش، ناخدها الاول. هو احتمال يقصد سلك مستقيم. سلك مستقيم لو في قوه ولا سلك مستقيم كمجال؟ عايز مجال. بص هو حبيبي كده، ده السلك بيحمل تيار. احنا قلنا انا عندي جنوب شمال، شرق غرب، داخل خارج. انا بحب كده على فكره. برضك الست اتجاهات دي في عدد كتير جدا على فكره اعجب بيها قوي. انا عندي ست اتجاهات، جنوب شمال، تمام، جنوب اسفل الورقه، شمال اعلى الورقه، شرق يمين الورقه، غرب شمال الورقه، داخل الورقه اللي هو داخل خلف السلك، خارج الورقه اللي هو امام السلك. اوكي، مين؟ آية من اسيوط. آية معانا؟ اسمعينا من التليفون يا آية. مش حاضر. آية ازيك يا آية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك، اتفضلي. آية، كنت عايزة اقول برضو ان احنا عايزين نزود الحلقات، يعني كل مطالب الناس عايزة تزود عدد ساعات. هنقدم طلبكم كله للقناة، وهي ذات القناة مختص بهذا الموضوع. حاضر تمام، احنا هو بنطلب ان احنا نزود الحلقات حضرتك. ان شاء الله. حاضر ان شاء الله يا ايه، ان شاء الله ربنا يسمع منكم منا ان شاء الله. ان شاء الله يا ايه. شكرا. طب انت معاك انت حاجه عايزه تسالي فيها ايه؟ قفلت ايه؟ قفلت ايه؟ عايزه بس عدد ساعات. بص يا ريس، اتفضل. هنا ده الجنوب الجغرافي، ده الشمال، ده شرق، ده غرب، ورا السلك اسمه داخل ورقه، قدام السلك كده خارج اسمه خارج الورقه. انا هنا هلغي الجنوب والشمال. هتلغي الجنوب عشان ما فيش فيض؟ لا يوجد فيض على امتداد طول السلك. يبقى لغينا الجنوب ده ولغينا الشمال. طول السلك ليس هناك فيض. تمام، اسمه عبد الرحمن تبر اللي كان بيسال. يبقى انا عبد الرحمن دلوقتي او حبيبي ابني اللي هو كان بيسال من شويه، يبقى انا محتاج جهه اليمين يعني الشرق حدد المجال، وجهه اليسار يعني الغرب، ومحتاج داخل الورقه وخارج الورقه. فانا بعمل كده. تمام، اذا قبض على السلك الابهام رايح مع التيار، الابهام مع التيار، والسلك يكون قدام ايدي.
قدام ايدك دي. اسمها راحت ايدك دي ولا تمام وشها يعني. راحت ايدك راحت ايديك هتبقى ايدك داخله بالورقه هنا عبده حبيبي هنا عمودي على الورقه وللداخل تمام يبقى ناحيه يمين السلك ايوه عمود على الورقه داخل على الورقه ايوه عمود على الورقه المجال عمودي على الورقه مستوى الورقه وللداخل هسالك سؤال يا مستر رمضان ايه ده هتمشي طوالي ولا هترجع تاني ما احنا الحلقات يبقى لازم ترجع راح ترجع طالما دايره وهي راجعه هترجع منين هتخش من الشرق للغرب ماشي اسراء اتفضلي يا اسراء السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا عندي مساله اتفضلي يا اسراء قولي في تجربة لقياس كثافة الفيض المغناطيسي بالميزان الحساس ايوه الموضحة بالشكل حاضر علق ملف مستطيل راسم عندك ملف مستطيل ماشي كده طوله 40 سنتي مكون من كم لفة عرضه 10 سنتي مكون من 10 لفات 10 لفات تمام حدث اتزان لما حط اثقال ولما غير اتجاه التيار لازم وضع اثقال عشان اعاده الاتزان سمعنا اسراء صح كده هو عايز بقى قيمه كثافه الفيض تمام حاضر عينيا حاضر ماشي تمام بس خليك تابع انت معانا لكل زمايلنا المساله دي بص بقى عشان نخلص هنا هيبقى هنا عمود على الورقه وللداخل صح كده هنلف من الشرق للغرب بالظبط خلف السلك بقى داخل ورقه ماشي من الشر اهو راح الغرب هيبدا يخرج هيخرج من هنا يبقى عمود يبقى على هنا الخارج. عمودي على الورقه الى الداخل ده جهه الشر اللي هو يمين الصفحه تمام هنا داخل الورقه اللي هو خلف السلك ماشي بقى من الشرق للغرب عشان يطلع تاني تمام. يخرج تمام هات لي بقى جهه اليسار خارج الورقه عمودي يبقى عمود على الورقه للخارج الى الخارج وهيلف تاني بقى ويلف تاني من الغرب للشرق من الغرب للشرق يبقى عمل دوره كامله ارجو تكون فهمت قصدي يبقى انا كده جهه اليمين عموده للداخل جهه اليسار عموده للخارج خلف السلك داخل ورقه من الشرق للغرب اما خارج الورقه من الغرب الى الشرق تمام يا ريس كده تمام ماشي معانا برباره من الاقصر أنا مربارة بيكي ألو بيكي تفضلي مستر مساء الخير مساء النور ممكن يا مستر معلش بس أول حاجة عدد الحلقات يزيد شوية تاني حاجة هو النهاردة الحلقة الساعة كام الساعة 7 حصل تعديل في المواعيد وبقت الساعة 7 طب المواعيد احنا بس الجزء اللي فات ده كله عامل فيه ايه طب شوفيها في الإعادة بتتعاد بالليلة مستر طب بصي أنا راح أسألك على الإعادة صح كده حالا احنا هم رايحين يقولوا لنا في كده الاربيس امتى الاعاده ورايحين تبلغك بيها حالا يعني انا الاثنين ماشي يا مستر ماشي. شكرا انت قاعده انت في الاقصر نفسها ولا حته جنب الاقصر قفلت بالبقى. قفل ماشي طيب احنا عايز بقى انت تعمل ايه تاني السلك مع الملف الدائري تاني بشكل اخر الشحنه بتدور في مسار دائري في الشحنه بتدور في مسار دائري واعتبرناها بالظبط ملف دائري بالزبط. مكون من لفه حته حلوه قوي لو في شحنه كهربائيه بتدور في مسار دائري بس عايز الناس تهدى كده واللي زعلان يتصل بينا وتتقلق انا في الخدمه ولو انا زعلت على راسي من فوق على راسي اتصل بيك ولا اكلمك دلوقتي لا اتكلمي لا دلوقتي عادي فيس تو فيس طبعا شحنه بتدور في مسار دائري هذه الشحنه تعمل كما لو كانت ملفا دائريا ماشي ببساطه ملفا دائريا ما في شحنه بتدور أيوة. في تيار بينتج عنه مجال مغناطيسي ميو طيب ان اي على تو ار وصل اي حسن الو حسن اتفضل يا حسن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت مسألة بس وقف عليا في السلك المستقيم السلك المغناطيسي يمر تيار شدته 7.2 أمبير في سلك مستقيم طويل وعمود على الورقة في مكان في قيمة المركبة الأفقية المجال الأرض المغناطيسي فيه 2.28×10^5 تمام واتجاه التيار في السلك الأعلى يحسب محصلة كثافة الفيض عند نقطة تبعد 8 سنتي من محور السلك طيب. جهة الشمال طيب بص لي اسمه ايه اسمه حسن حسن ابو علي ايوه هسالك سؤال يا ابو علي والنبي هاتولي الشاشه هاتولي الشاشه عشان ابو علي يشوفها هاتولي الورق اللي هو قدامي
بص يا بص ابو علي مين ده اللي انا رسمه ده؟ ظهر عندك؟ ده السلك المستقيم؟ لا ده الزوال المغناطيسي، مجال الارض صح؟ ده بقى مجال الارض. هذا ما انت حاضر معانا من اول حلقه؟ طيب يا غالي، ما احنا قلنا الزوال المغناطيسي للارض او المركبه الافقيه بتتجه من الجنوب الى الشمال دائما. متفق معاه ابو علي؟ اه ماشي محضر. تمام، انت عايز سلك مستقيم، عايز سلك مستقيم صح؟ السلك ده عمود على الورقه. صح؟ عمود على الورقه، مش معناها السلك كده يخترق هذه الورقه؟ ولا انت معترض؟ لا ماشي مع حضرتك. تمام، تياره الاعلى ولا الاسفل؟ اتجاه التيار الاعلى. الاعلى، يبقى نحط نقطه كده وادي المجال بقى بتاع السلك، صح كده؟ قول لي بقى يا ابو علي يا جميل يا حلو، انت ابو علي عايزين نحدد اتجاه مجال السلك. مش انت قلت عمودي على الصفحة وبتطير الى اعلى؟ اتجاه التيار لاعلى. تمام، يبقى انا كده حددت صح ولا لا؟ بالعكس، عقارب الساعة. يبقى هيبقى حدد لي اتجاه المجال بتاع السلك. اتجاه المجال للداخل، داخل الصفحة. لا حدد لي التيار هو اللي داخل خارج الصفحة. بص ابو علي، التيار داخل الصفحة على فكرة، داخل يعني الخارج. طالما السلك يا ولاد، طالما السلك عمود على الصفحة بلغي الداخل والخارج، واخد جنوب شمال شرق غرب على فكرة. حلو قوي صدقوني. يعني هنا ابو علي انت وكل زمايلك لما اقول لك سلك مستقيم عمود على الورقة سواء تياره للداخل ولا للخارج بتلغي اتجاه المجال داخل الورقة وخارج الورقة، بتاخد شرق غرب شمال جنوب. متفق ابو علي؟ اصبح هذا التيار هيمشي كده عكس عقارب الساعة. عكس عقارب الساعة، شايف كده؟ ماشي. بص بقى في جهة اليمين هنا، شايفها؟ جهة، ولتكن النقطة واحد، مجال السلك عند تلك النقطة مع مجال الارض ولا لا؟ مع مجال الارض. تجمع ولا تطرح حبيبي؟ لا نجمع. برافو عليك. طب عند النقطة اتنين دي مجال السلك مع ولا لا؟ نقطة اتنين دين. لا نطرح. نطرح عكس. ايه الجمال بتاعك ده؟ حسن حسن يا حسن، في الشمال. اوعى تكون انت خلي الجنينة يا حسن. طيب بص بقى، دي تلاتة يا ابو علي بقى، لو انت قلتها هطلع ابوسك دلوقتي حالا بقى، بوسة جامدة قوي حسن. بس خلي بالك عند النقطة دي يا ابو علي بقى، ايه علاقة مجال السلك بي اتش؟ هنا مجال ايه هو المركبة هتبقى بتساوي صفر. ليه؟ لا ليه؟ 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 ليه يا ابو علي؟ شايف مجال السلك ده متعمدين لك اهو. لان منطبق عليه. ليه يا غالي؟ متعمدين. طب بص بس عند النقطة تلاتة مجال السلك متجه من اللي منين؟ تلاتة من الغرب، من الشرق للغرب. شكرا، من الشرق للغرب. ومجال الأرض من الجنوب للشمال يا أبو علي. يبقوا المجالين دول منهم يا أبو علي؟ قطع. لا هما متعامدين طبعا. يب المجالين دول متعامدين، يبقى المحصله جذر تربيعي. المحصله جذر تربيعي، مجموع مربع الاول زائد مربع الثاني. اتش تربيع زائد بي تربيع، برضه هنا زي يبقى جذر تربيعي مربع الاول زائد مربع الثاني. يبقى على يمين السلك هنا جمع، على شماله طرح. جهه الشمال متعامدين، جهه الجنوب متعامدين. وهو بقى بيديله مسافه، هو اداله تيار 7.8 هيحسب بيه المسافه 8 سم، المسافه والميو موجوده سنتي. بس هجيب البي من بالزبط. الميو ان اي على تو ار، سوري سلك ميو اي على تو باي دي. تمام، ويشتغل عادي جدا المحصله بتاعته، وهجيب المحصله جمع طرح. تمام ماشي يا ابو علي، يا رب يكون تابعنا. ويرجع للشحنه بالظبط، لو في شحنه بقى بتدور في مسار دائري، هذه الشحنه تعمل كما لو كانت ملفا دائريا. كما لو كانت مين؟ ملف دائري. متى ينشا عن هذه الشحنه تيار؟ عندما تتحرك، اذا دارت دوره كامله. تمام صح، دارت دوره طبعا كاملة. لان التيار ممر مغلق. تمام، دارت دوره كامله. يبقى حسن من اسوان. حسام حسن. الو حسام، ازيك يا حسام؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مستر؟ اهلا بيك يا حسام. لو سمحت انا عايز اولا نشكر المدرسه على الهواء عشان حضرتكم بتعملوا مجهود معانا والله. ربنا يبارك لك حسام. امال انت منين يا حسام؟ انت منين؟ انا من البحيره. بحيره؟ البحيره. ما يا راجل، منين حته في البحيره؟ محافظه مركز دلنجات. مركز الدلنجات، جميل. هايل. حسام مركز الدلنجات بحيره، اهلا يا حسام.
الله يخليك. لو سمحت بس عندي مسألة بس في المدرسة، في سؤال المقاومات. اتفضل حبيبي. عندي سؤال اللي هو جه في أزهر 2007 قبل كده. أيوه. بيقول لي في الدائرة الموضحة بالشكل بطارية قوتها الدفع 12 فولت. أيوه. وكفاءتها 80%. هو طالب منك المقاومة الداخلية صح؟ أيوه مظبوط. تمام. طالب منك المقاومة الداخلية. ماشي. رح انا تعملها ابو علي يا كده حسام، وخلي بالك يعني هي رسمتين، واحده على شكل معين كده تمام مظبوط مظبوط، وبعدين الثانيه ثلاث مقاومات كده حلوين مظبوط. هي لو كلها تبقى 20. تمام بالظبط. بص بقى ابو علي، يعني انت حلتها كده، يعني انت جبت الار توتال. بص ابو علي، هو قال لك كفاءه البطاريه اعطاها لك 80%، تقول بقى 80 على 100 بيساوي في على في بي. مظبوط. هل هو مديك اي؟ الاي ده مش مديهالي. تمام. يبقى انت هتعوض، على فكره هتعوض عن مين؟ عن الفي 80 على 100 من الفي بي. تمام كده؟ هو بقى مديك الفي بي 12. ايوه. تمام ابو علي؟ مظبوط. هتبقى الفي بي الفي 9.6، وبعدين اتكمل سالتك عادي في بي يساوي اي، هتطبق في في بي ناقص اي ار سمول وتطلع ار سمول. مظبوط. وصل لحسام ولا ايه؟ لا وصلت انا. ولد يا حسام فهمت؟ الحمد لله. ماشي يا الله. ابو حراوي، ابو حراوي انت جميل يا واد. بحر والعسل. بحر وعسل. ماشي 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 يا حسام. اتفضل. تابع بقى يا حسام. عايزين بقى نكمل الفكره دي علشان والله قطعنا كتير. الوقت خلاص مش كده؟ طيب. يعني الوقت قليل بالنسبه لنا. يعني هي شحنه بقى بتدور في مسار دائري تعمل كما لو كانت ملفا دائريا. متى ينشأ عن هذه الشحنه تيار؟ عندما تكون الدوره كامله. عندما تدور دوره كامله، يبقى انا هضطر نعوض عن ان بكام؟ بواحد. يبقى انا هضطر اقول بي كثافه الفيض ميو واحد على تو ار. على تو ار. هنعوض عن الاي دي بكيو على تي. كيو على تي. شحنه على الزمن. شحنه على الزمن. تمام. في هذه الحاله من هو تي دلوقتي؟ طيب. مش ده تي ده الزمن اللي لازم لعمل دوره؟ يبقى زمن دوري. شكرا. يبقى ده زمن الدوري. شوف مين اللي معانا. الزمن الو الواد الجديد. ايه من الواد الجديد. ايه اهلا بيكي. ايه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ايه؟ الحمد لله. اتفضلي. كان عندي سؤال. قولي. ايه سلك معدني مستقيم طوله ال، سامعك، ومساحة مقطعه 10 ملي متر تربيع. تمام. والمقاومة النوعية لمادته 2.8 × 10 × 10 والسالب 8 أوم على متر. كملي يا ايه. متصل البطارية قوتها الدافعة 3 فولت. ايوه. والمقاومة الداخلية مهملة. تمام. والمقاومة الداخلية. اوجد مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة على السلك. يتزن السلك. عموديا على مجال المغناطيسي كثافته 10^3. تمام. ده ألف. ده وعايز ب ماذا يحدث لمقدار القوى المؤثرة على السلك إذا زاد قطره للضعف. تمام. طيب. أي آية أنت معايا؟ بصيلي بصيلي آية. هو السلك موضوع عمود على المجال ولا لأ؟ يبقى إف بتساوي كام؟ يبقى سلك يحمل تيار موضوع عمود على المجال، يبقى القوة المؤثرة في اف هتساوي كام؟ بي اي ال. هتساوي بي اي ال صح كده؟ ايه اللي عندك يا ايه ولا لا؟ اف بتساوي بي اي ال. تمام. ايه اللي عندك؟ مديكوا طول السلك. طول السلك 10 ملي متر تربيع. لا طوله. لا ده كده مساحه. لو قالها طوله ال على فكره. طوله ال. تمام. طوله ال هنعملها نسأل تطير بعد كده. حاضر. طوله ال. تمام. مظبوط. بي كثافه الفيض اعطيها لك صح؟ اعطيك بي كثافه الفيض معطاه. عندك اي بقى؟ اي ده هتقعد عنها بمين؟ في بي على ار. ار دي بتاعه السلك. ايوه. ار للسلك رؤي ال على ايه؟ فهمتني كده؟ هتعوض عن اي في بي ها على رؤي ال على ايه؟
راح تاخدي التعويض ده تحطيه في مين؟ القانون. تمام. هتروح ال مع ال، هتروح ال مع الايه؟ ال. هو مديك نصف القطر ومديك ايه المقاومه النوعيه، هتجيب اف. ايه سهله والله، يعني اكتب عندك بس اف بتساوي بي اي ال اهي، عشان الواد الجديد ده مهمين جدا بالنسبه لينا. بي اي ال، خلاص كده ادي البي زي ما هي. هنعوض عن الاي يا مستر انوار، بي بي على ار على رو اي ال على ايه تطلع ايه فوق، مش كده؟ مقام المقام بسط، ضعنا ال مع ال، اصبحت بي كثافه الفيض. في بي عندي، تمام، الرو اي عندي، الاي عندي. سامعاني يا ايه؟ ايوه. يا رب تكوني متابعه. يبقى الفكره كلها فقط ان انا عوضت عن مين؟ اي في بي على رو اي ال، صح كده؟ ال ايه ضاعت مال، بي عندك، في بي عندك، رو عندك، ايه عندك. ادي بقى القوه اف. السؤال بقى الثاني، لو انت زودت لي بقى قطر السلك للضعف. قطر ده ليه علاقه بمين يا مستر عزت؟ بالمقاومه. بالمقاومه. قول لها بالمقاومه لها علاقه بمين؟ تمام. مش التيار. طيار. تمام. قطر له علاقه بمين؟ بكثافه الفيض. امشي واحده واحده. بالقوه. تمام. يبقى انا زودت القطر. وبالقوه. زودت القطر. يبقى قلت المقاومه. المقاومه للربع. للربع؟ ليه للربع بقى؟ اشمعنى قلت للربع؟ ما انا كنت خايف تقولي للنص. ليه للربع؟ لان في الدائره هتزداد الى 4. لا لا، احنا بنتكلم على العلاقه بين المقاومه والقطر. هي ار تتناسب مع مربع نصف القطر، مش كده؟ مش كده، تناسب عكسي. يبقى عكسي زيادة مع مربع القطر للضعف. قلت المقاومه للربع زي ما انت قلتي. عشان ار بتتناسب عكسي مع ار تربيع، فالتيار زاد الى 4 امثاله، وبالتالي التيار يزيد 4 امثال، فالقوه تزيد الى 4 امثال. بس كده. ماشي. ان الاف يتناسب طردي مع الاي، زاد التيار يزيد الاف. تمام. معانا ايه؟ يبقى الإجابة أقول له إيه؟ تزداد القوة إلى 4 أمثال. وصل يا آية؟ فهمتي؟ تابع بقى معانا آية. يا ريس، الشحنة بتدور في مسار دائري اللي الشحنة مش عايزة تخلص. بتدور من ساعتها. أنا خايف عليك من الشحنة دي. ما تخافش، أنا رابطها في المركز كله. طب واحدة واحدة بقى. بتدور في مسار دائري. في مسار دائري عاملة تيار كهربي. تعمل كما لو كانت ملف دائري. كويس. ما تنشأ عن هذه الشحنة تيار إذا دارت دورة. كاملة، يبقى ان بواحد اصبح كيو على اصبح تي، ده اسمه الزمن الدوري، برغم ان في ناس كتير لها راي تاني. على كده العين والراس، تي ده اسمه الزمن الدوري. انا بحب حاجه بقى. الزمن الدوري ده ممكن نعبر عنه بطريقتين. مقلوبه هو التردد، ممكن اعمله مقلوب معدل الدوران، او ممكن اعمله بالنسبه للمحيط مع السرعه. يبقى احنا وصلنا بيه اهي بيساوي ميو كيو على تو ار في تي. تي ده بقى الزمن الدوري. شوف شوف بقى انا هعمل ايه. حاضر، بس شوف شوف النبي شيماء. شيماء منين؟ شارك معانا؟ ماشي حاضر. شيماء من الفيوم، وده اخر سؤال راح لنا يا استاذ. الساعه كام دلوقتي؟ خلاص فاضل. اه يا حبيبتي، ازيك شيماء؟ الحمد لله كويسه. اخبار الفيوم ايه؟ حلو الحمد لله. حضراتكم عاملين شغل جامد يعني. الحمد لله. احنا جايين لكم قريب على فكره. أمور يا شيماء، لو سمحت عندي سؤال. اتفضلي. سلكان من نفس المادة؟ سمعك. طول السلك الثاني ضعف طول الأول، وقطره يساوي نصف قطر الأول، ماشي؟ احسب النسبة بين مقاومة السلك الثاني إلى مقاومة السلك الأول، ماشي؟ هنا بقى مش المفروض 2R؟ المفروض إيه؟ 2R، يعني أصل نصف قطره R، وقطره يبقى 2R. القطر يعني 2R. بس يا شيماء، شيماء. انت قلت سلكين، وانت هخليك اتحلها دلوقتي حالا، بس سيبي لي مخك بقى كده. ماشي يا غالي؟ ماشي. تمام. انت قلت سلكين من نفس الماده ولا لا؟ يبقى اكتب رؤية بتساوي رؤية. انا اخطات؟ لا تمام. يبقى اكتب القانون ار اي على ال بتساوي ار اي على ال. وان كده هنسمي ده 1 1 1 2 2 2. تمام كده. عايز بقى شيماء بنت الفيوم الجميلة، بنت مصر الكبيرة. ايه رأيك هنسموك شيماء بنت مصر بقى. هتعمل شيماء وكل زمايلها تعمل جدول كده تحط فيه الأبعاد يا مستر انور. ادي الأبعاد بتاعتي، ادي الأول، ادي التاني. الأبعاد في عندك طول، فيه نصف قطر، فيه مساحة. شيماء معايا كده؟ أيوة معاك. يبقى أنا عملت جدول. قولي بقى شيماء، قلت طول التاني ماله؟ طول التاني ضعف طول الاول. يعني لو الاول طوله ال، يبقى التاني كام؟
2000. شكرا، متفقين صح كده. تعالي بقى مع شيماء بقى، راجع قال لك ايه تاني؟ سمعيني بقى، قلت مين بقى؟ شيماء. الو شيماء، هي قالت كتر التاني بيساوي نصف كتر الاول. هكتب كده يا رب تكون سمعاني، هكتب اهو كتر الثاني بيساوي نصف، مش كده؟ ايوه كتر الاول. كويس، كل قطر بيساوي حاضر نصف قطر الاول. انا هغش من الجدول ده. طيب. والله رايحين يرتاحوا جدا. بص يا مستر انور، هنا انا كاتب حرمز نصف قطر الاول ار. ماشي. يبقى انا هضطر اكتب يا شيماء قطر الثاني بيساوي ار. انا غلطت؟ انا غلطت يا مستر انور؟ لا. ليه؟ علشان قطر الثاني نفذت اللي هو قاله. هو قال له قطر الثاني بيساوي نصف قطر الاول، هو قال لي كده. قطر الثاني هو قال لي كده نصف قطر الاول. قطر، هي قالت كده صح ولا رايك؟ مظبوط، قالت كده فعلا. قطر الثاني بيساوي نصف قطر الاول. يبقى القطر الثاني كتبت قطر الثاني بيساوي ار، لانك اعتبرت نصف قطر الاول. لان معتبر نصف قطر الاول ار. هات لي بقى نصف قطر الثاني. نصف قطر الثاني غصب عني يبقى ار على 2. شكرا، يبقى اضطر اكتب بقى ار على 2. تمام تمام. هجيب مساحه الاول باي ار تربيع، وهنا باي مساحه الثانية باي ار تربيع على 4، وعوض تطلع 1:8. تمام تمام. روح للشحنه، روح للشحنه. شحنه بتدور في مسار دائري، الشحنه ده مهم قوي. قلنا بقى اتفقنا ميو كيو على 2 ار في تي، تي ده اسمه زمن. هندور دلوقتي على التي دلوقتي. تي دلوقتي شغالين بالزمن الدوري. تي ده ممكن نعمله مقلوب التردد. ماشي، يعني ممكن اعمل تي دي واحد على يساوي 1 على نيو. عوض كده مع مستر انور، اصبحت بي ميو كيو نيو على 2 ار. ماشي، فيها بقى مشكلة؟ قولها تاني كده مش شايف، معلش تاني. اصبحت بي ميو كيو نيو على 2 ار. نيو على 2 ار بالظبط، بي ميو كيو نيو على 2 ار. الطريقة التانية في عندك مشكلة؟ فاضل دقيقتين. ايوه بي ميو كيو نيو على 2 ار. ماشي تمام. ماشي تمام. ماشي يا مستر عمر كده. نيو بدأ بسوي مين؟ بسوي عدد الدورات على زمن بالثواني. عدد الدورات او معدل الدورات على زمن بالثواني. تمام، او معدل الدورات. تمام، هرجع بص تاني، وده على فكرة يعني للأسف مفيش وقت هشرحه تاني لأن مهم جدا. حاضر، سمعنا في درس الأطياف الذرية. مهم قوي. تمام، خلي بالك بقى، تي دي هنعتبرها زمن، مسافة على سرعة. مسافة بتاعت المحيط كامل. ايه المسافة على السرعة؟ هي الشحنة بتدور في مسار دائري. يبقى اصبحت المسافة اللي بتقطعها دي توباي ار. جميل، والسرعة فيه، والسرعة فيه. يبقى انا هنكتب لك تاني ادي ميو وادي الكيو وادي ادي التو ار. هنعوض بقى عن التي دي، مسافة على سرعة. مسافة على سرعة تو باي ار، المسافة اللي قطعتها الشحنة مسار تو باي ار. تو باي ار دار الدورة واحدة. بابا دار الدورة واحدة يا مستر انور اهي. تو باي ار، يبقى تو باي ار مقام بسط على في طلعها فوق. على في مقام المكان بسط طلعت فوق في. تمام، اصبحت ميو كيو في على 4 باي ار تربيع. ورقه معلش فوق شويه. عينيا، شفت بقى؟ تمام، يبقى كل امر انا عوضت عن الزمن الدوري ده، بدل ما هو مقلوب تردد عملته مسافه على سرعه. تمام، المسافه اللي راح تقطعها الشحنه طول المحيط، طول المحيط ده 2 باي ار. قسمت 2 باي ار على في، قسمت على السرعه، مقام المكان بسط اطلع فوق. على فكره ممكن نشيل ميو دي، نشيل الميو. ليه؟ لو انا هوا واعملها 4 باي في 10 والسالب 7. والميو عادي عشان هوا. هوا كويس، حق ولا لا؟ ما فيش مشكله، خلاص بي هتبقى تعوض على الميو ونكمل وقتنا للاسف ان شاء الله في حلقه قادمه. معلش حظنا كده، بتضحكوا عليا في الاخر. معلش، نتقابل ان شاء الله في حلقه قادمه. باي باي، ونشكر جميع المتابعين، وشكرا لكل اسره القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.